مشاهدينا، ما أجمل أن نطل عليكم يوميا مع ابتسامة، فالابتسامة مفتاح القلوب، لا تكلف شيئا لكنها تعني الكثير. صحيح راوية، صباح النور لك وصباح النور لإلك توني. صباح النور مع ابتسامة. أكيد. كن دائما مبتسما، فالابتسامة تطيل العمر وتزيل الهموم وتفتح الأبواب المغلقة، فالحياة أقصر من أن نملأها بالأحزان. ونحن دائما في برنامج صباح النور نسعى من خلال فقراتنا ومواضيعنا المنوعة إلى زرع الابتسامة على وجوهكم. فماذا في صباح النور من بيروت لليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017؟ نتابع. تمارين رياضية تساعد على حرق السعرات الحرارية بطريقة فعالة في الجسم السليم. لغة الجسد للتواصل الإيجابي في الحياة حلوة. لوكال روتس، تكنولوجيا زراعية حديثة من لوس أنجلوس. أحدث الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاج صباح النور. ومن عمان، كيف تكسب طفلك مهارات اقتصادية. مهرجان سامة الموسيقي من الخرطوم. الطفل المتوحد والحواس في استشارة. أما أطيب الوصفات اليوم فيعرفنا إليها الشيف فؤاد شرف في ولا أشهى. ونستهل كالعادة صباحنا معكم من مطبخ صباح النور مع شيف فؤاد. صباح النور شيف. صباح النور. شو عنا اليوم؟ اليوم عم بحضر عدس متبل مع الطحينة ودبس الرمان وثلاث أنواع عصاير، كتير مميز، إنه فينا نعتبره كسلطة فاترة وفينا نعتبره كترويقة عادة بيتقدم هيدا الشيء. وكمان رح حضر رز بالفول مع الحمص مع صلصة الجانبية لأنه هي اللبن مع الخيار، كمان أطباق كتير مميزة وكمان سريعة بنفس الوقت. يعني أطباق سريعة ومغذية. صحيح. سيكون لنا عدة محطات معك شاف. وأنتم مشاهدينا لا تنسوا أن تتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر في أسفل الشاشة، يعني فيسبوك تويتر وإنستغرام. أما الآن فننتقل إلى وقفتنا السياسية الأولى لليوم مع زميلة رويدة بوعيد ومع الخبر. صباح النور مشاهدينا. صباح النور. صباح النور. جاهزين للأخبار؟ أكيد. نبدأ مشاهدينا من ترامب والسعودية، والذي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده للإجراءات التي اتخذها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحت عنوان مكافحة الفساد، والتي شملت اعتقال عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين من بينهم الأمير متعب بن عبد الله والأمير الوليد بن طلال. وغرد ترامب على تويتر قائلا إن لديه ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية، مؤكدا أنهما يعلمان جيدا ما يفعلانه، مضيفا إلى أن بعض أولئك الذين يعاملوهم بصرامة كانوا يستنزفون اقتصاد بلدهم لسنوات. إلى ذلك أشار مسؤول أمريكي لرويترز إلى أن الأمير محمد بن سلمان أصبح المحرك الرئيسي لعملية صنع السياسة السعودية، ويتحرك بنشاط لتهميش المعارضين وتركيز سلطة صنع القرار وترسيخ نفسه باعتباره الوريث بلا منازع لتركة آل سعود. أعلن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثمر السبهان أن بلاده ستعامل الحكومة اللبنانية كحكومة إعلان حرب بسبب حزب الله، وقال أن السعودية لن ترضى أن يكون لبنان مشاركا في حرب عليها. وذكر السبهان في تصريحات صحفية أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري هذا الموقف، نافيا أن تكون الرياض أجبرته على الاستقالة. وخاطب السبهان اللبنانيين محذرا بأن عليهم الاختيار بين السلام وبين الانضواء تحت حزب الله، لافتا إلى أن المملكة تتوقع من الحكومة اللبنانية أن تعمل على ردع الحزب. نسبت وكالة الأسوشيتد بريس إلى مسؤولين يمنيين تأكيدهم أن السعودية وضعت الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي وأولاده وكبار معاونيه قيد الإقامة الجبرية في الرياض. وذكرت الوكالة وفقا لشخصية أمنية يمنية وصفت بالرفيعة أن هادي الذي نقل إلى السعودية في شباط فبراير الماضي بعث برسائل خطية عديدة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز يناشده فيها بالسماح له بالعودة إلى جنوب اليمن
لكن من دون جدوى. وأوضح المصدر نفسه أن هادي توجه إلى مطار الرياض في آب أغسطس الماضي للسفر إلى عدن، لكن السلطات السعودية منعته من ذلك بذريعة وجود مخطط لاغتياله. طالب مجلس الأمن الدولي السلطات الحاكمة في ميانمار بضمان عدم استخدام القوة العسكرية المفرطة ضد أقلية الروهينجيا المسلمة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم. وفي أول بيان رئاسي بشأن ميانمار يصدره منذ 10 سنوات وبالإجماع، أعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين من جانب قوات أمن ميانمار ضد مسلمي روهينجيا على وجه الخصوص. كشفت السلطات الأمريكية أن المسلح الذي قتل بالرصاص 26 شخصا وجرح 20 آخرين في هجوم على كنيسة في جنوب تكساس بعث برسائل نصية لتهديد والدة زوجته قبل إطلاق النار داخل الكنيسة التي كانت عائلة زوجته ترتادها. وأوضح مسؤول في إدارة السلامة العامة في تكساس أن الشرطة تحقق فيما إذا كانت والدة زوجة المهاجم كانت المستهدفة في الهجوم. وكانت الشرطة كانت من تحديد هوية منفذ الهجوم الذي تبين أن اسمه ديفن كيلي ويبلغ من العمر 26 عاما ولا يحمل رخصة سلاح. صادقت لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي على حزمة تعديلات جديدة تستهدف زيادة نشاط نظام تبادل وتدفق المعلومات بين الدول الأعضاء في فضاء ما يسمى بشنغن. وتشمل التعديلات الجديدة تعزيز تبادل المعلومات لدى دول الاتحاد بهدف محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية. ووفق التعديلات أيضا فإنه في حال وقوع هجوم إرهابي بإحدى البلدان ستتم مشاركة كافة تفاصيل الهجوم على نحو سريع مع بقية الدول الأعضاء. نظم الفنان التشكيلي الفلسطيني أحمد نبيل معرضا في مدينة القدس لتشجيع الأطفال الفلسطينيين على الإبداع. معرض مبادرة مجلس الخيال الذي يسعى إلى مساعدة الأطفال على تنمية خيالهم قدم 9 أعمال لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاما. ويسعى مجلس الخيال بعد ذلك لبدء حملة من أجل مساعدة الأطفال على تحقيق مزيد من النمو عبر سلسلة من الأفلام القصيرة وكتب الخيال باللغة العربية. يعني رويدة، لا شك أن اللعب والأنشطة الثقافية تنمي الخيال لدى الأطفال، ولكن قد يكون من الضروري على هامش هذه الأنشطة أن يربيهم الأهل والمربون بطريقة واقعية. يعني تقول أنهم قد يصطدمون بواقع، بس للأسف توني الواقع الفلسطيني مؤلم جدا طبعاً. يعني لذلك نشجع مثل هذه النشاطات لأنها فعلا تخرجهم من واقعهم الأليم إلى واقع أجمل يستحقونه لو كانوا في بلد آخر. طبعا. طيب إلى أرض الواقع مجددا مع إلى الصحف. عناوين الصحف طبيعة. نبدأ مشاهدينا مع القدس العربي التي أبرزت مستجدات الوضع المتأزم داخل السعودية وقالت: السعودية الاعتقالات تتسع ضمن العائلة الحاكمة وطبقة رجال الأعمال الكبار، والأمم المتحدة تستفسر عن قانونية الحملة. تقارير عن أن الانقلاب تم تنسيقه مع واشنطن أثناء زيارة خاصة لصهر ترامب إلى الرياض. وأيضا عن الوضع السعودي اخترنا لكم الشرق القطرية والتي جاء في عناوينها: هيرست التحركات هدفها السيطرة على السلطة والمال والإعلام، تفاصيل الليلة المرعبة في الرياض، فنادق في الرياض تحولت لسجن 7 نجوم. واشنطن بوست تقول: ما تقوم به السلطات السعودية خطير جدا. إلى صحيفة عمان التي تناولت الجريمة التي حصلت في تكساس في الولايات المتحدة وقالت: مسلح يقتل 26 شخصا في كنيسة بتكساس وترامب يصفه بالمختل عقليا، انتحر بإطلاق النار على نفسه بعد مطاردة بالسيارات عقب الهجوم. إلى الزمان العراقية التي تناولت أزمة إقليم كردستان وكتبت: نجرفان بارزاني يقول مستعدون لتسليم النفط والإيرادات مقابل نسبة 17% في الموازنة. نائبة كردية: الحكومة العراقية غير جادة في البدء بالحوار مع الإقليم.
الدستور الأردنية تناولت الوضع في الأراضي المحتلة وقالت في عنوانها اعتقال 483 طفلا فلسطينيا في 2017. الكونغرس يبحث غدا نقل السفارة الأمريكية للقدس. إلى صحيفة الجمهورية التي ركزت على التهجم السعودي كما وصفته على السيادة اللبنانية وقالت الرياض حكومة لبنان حكومة حرب. إلى صحيفة الخبر الجزائرية والتي ركزت على التجاوزات التي تشوب الاستعدادات للانتخابات وعنونت استعراض العضلات والعنف عوض طرح البرامج حرق واعتداءات وتشهير بالأعراض في الحملة الانتخابية. إلى عناوين صحيفة العربي الجديد لهذا اليوم وفي العناوين الرئيسة صاروخ الرياض تصعيد المواجهة الإقليمية أوراق الجنة فضائح جديدة. أما في عنوان سورة الغلاف حروب محمد بن سلمان وفي زاوية الحدث خالد علي مرشحا لرئاسيات مصر الأمن يرهبنا. وأخيرا في كاريكاتور العربي الجديد رسم لعماد حجاج يعكس حقيقة ما يجري في السعودية تحت شعار مكافحة الفساد. هذا كان أبرز ما جاء في عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. مشاهدينا شكرا لكم لحسن المتابعة والآن عودة إلى الزملاء. شكرا لك راوية. والآن سأنتقل راوية بس ما في فرق. إيه رويدة. رويدة وراوية دائما نفس الحروف يعني صح. بتكون تلاقوا حل بين الأسود والأسود والأحمر على سيرة الأسماء هبة بعيد ميلادي راوية عايدتني باسمه جاد انتو حال بس واحد بس مقصودة كتير عاطفي موضوع كتير عاطفي حال واحد حال واحد كتير تأثرت على كل حال العمر كله مرة تانية لإلك أكيد. والآن رح أنقلكم خبر عن أسترالية هو خبر كتير حلو. أسترالية تستيقظ على خبر إيداع 25 مليون دولار في حسابها الشخصي في البنك. تفاجأت الشابة الأسترالية كلير وينرايت لدى استيقاظها في الصباح برسالة مفادها أن حسابها البنكي قد أودع به مبلغ 25 مليون دولار دون سابق إنذار. وعبرت السيدة التي تعيش في مدينة سيدني الأسترالية عن صدمتها عند التأكد من وجود هذا المبلغ بالإضافة لاكتشافها تسديد الرهن العقاري الخاص بها. وفي سبتمبر الماضي أرسل البنك الوطني الأسترالي NAB الذي تعمل معه كلير رسالة تؤكد الخصم المباشر من أجل تسديد القروض مع بنك آخر. ورغم مراجعة كلير لكلا البنكين حول الخطأ لا يزال المال مودعا في حسابها وحول ما إذا كانت تميل لإنفاقه أو أن تتحمل مسؤولية الموقف قالت أنا محامية ولهذا السبب لم أنفق المال. وأوضحت أنها تعرف أن الموضوع كله لعبة ولذلك ستلعب دور الغبية معه، ولكن إذا كان لها حق إنفاق النقود قالت أنها ستعمل على تسديد الرهن العقاري وشراء منزل آخر أو ربما جزيرة. ومع تطور الموضوع وانتشار صيت القصة تواصل البنك مجددا مع الشابة الأسترالية وتمكن بالفعل من استرداد المال. حلو يا كلير. حلو يا كلير. أنا محلة ما بخبر وما بشيع القصة ليه يعني لو هيك فقت الصباح توني وراوية ولقيتوا أنه 25 مليون دولار نزل بحسابكم شو أول شيء شعورك؟ بيكون شيء كتير كلير شو واضحة كلير بالفعل كلير كلمة فرنسية يعني واضحة وهي طلعت مضمونة أيضا يعني وجعت لي قلبي لو بتعطيني إياهم تكون ممنونة أنا يمكن على الصدمة أو على الفرحة برجع بنام يعني ما بحس حالي بحلم بس أكيد حلوين كتير حلوين كتير فينا نعمل كتير قصص شو بتعملي؟ هلا بجزء منهم أكيد أنه بعطي لمؤسسات خيرية مش عم أقول هيك لأنه أنا منيحة بس أنه أكيد وبعمل كتير قصص سافر يمكن بعطي ناس تحتاج بنبسط فيهم نعم يعني. توني شو بتعمل فيهم؟ هلا شو بعمل إذا وصلني 50 مليون دولار أو إذا انعرف مش 50 25 يا توني 25 مليون دولار صار هلا يطمع بالمبلغ يكتره لا أنا كمان إذا كنت بدولة بالفعل يعني قانونية بخاف نعم. على سمعتي وصيتي وبسأل عن سبب الخطأ من وين جاي بس بكل الأحوال بعتبره في الخير
يعني هيك بشرة. كيف بتشوفي فراشي؟ نعم. لما تمرق الفراشة بتحسي بخير واصلي. بس انه شو بتعمل اذا عندك هالمبلغ الكبير من المال؟ شو المشروع اللي بتعمله او كيف يعني بملك كيف أكتر. بتصرفه؟ طبعا بملك اكثر، يعني بستثمر. نعم. ببلد بحبه. مثل اسبانيا طبعا. بتحب. مثل ملقا. مثل ملقا. وبوزع أصحابي كل اللي مزعوج من الفيئة بكير تا يقدم برنامج صباح النور بخلصه من هالموضوع. هلا هبة أنت السؤال، بس هبة من ضمن أصحابك محطوطة ولا لا؟ هون السؤال، هون بالقلب. وأغلى من 25 مليون دولار. شكرا كثير. شكرا كثير عن جد. هيدي لغة جسد. هلا رح نحكي عن لغة الجسد والإيجابية. أكيد. إذن تعتبر لغة الجسد من أهم اللغات، ولكن قبل تمارين رياضية رح نحكي عن تمارين رياضية يا توني. أوكي، ضيعوني، كان أقوله مؤخر. إذا تعتبر التمارين الرياضية من أهم لغات الجسد الإيجابية، مصر على لغة الجسد. يجب إدخالها إلى نمط حياتنا اليومية، إلا أن البعض يسعى من خلال القيام بتمارين معينة إلى حرق السعرات الحرارية بطريقة سريعة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نستقبل معنا في الاستوديو المدرب الرياضي يوسف قريب أقوله في فقرة بالجسم السليم. أنا فيك يوسف. كيف حالك؟ صباحكم. كم سعرة حرارية أو لك حرقت من هنيك لهون؟ هلا شيء نص. نص سعرة. بالأول بدنا نهنيك لفوزك في WFF. مظبوط. نابا. مظبوط. فصلنا أكثر عن هالمباراة. هي WFF النابا هي بطولة العالم، واحدة من الفيدريشن العالمية بكمال الأجسام والفتنس. كانت بطولة العالم بقبرص بنيكوسيا، والحمد لله قدرت أخذ مركز ثالث على العالم بالفئة تبعولتي اللي هي كل شيء خاصة بالسبورتس موديل فوق عمر الثلاثينات. فالحمد لله قدرنا ناخذ مركز ثالث بعد صراع طويل جدا مع كثير مشاركين حول العالم. نحن وكذا فريق، يعني كذا شخص لبناني من الفريق تبعولنا، قدرنا ناخذ اهم مراكز بالعالم الحمد لله. مبروك. شكرا. يمكن اخذت شوي طاقه ايجابيه من عندنا، ما هيك؟ اكيد دائما دائما. طيب خبرنا اليوم عن السعرات الحراريه والتمارين اللي بتساعد بحرقها. ما ابرز هالتمارين؟ هلا قبل اي شيء بدنا نحكي فيه، الاكل كثير بيساعدنا بقصه حرق السعرات الحراريه. هلا بدي اعطي انا مثل سر صغير لازم نعمله الصبح، كنت حاكي عنه قبل بمره. الصبح دائما على الريق بدنا ناخذ المي، فينا نحط مع الحامض والنعنع والخيار نحضرهم قبل بليلة ونشربهم الصبح على الريق 3 كبايات. هول كتير بيساعدونا نقدر نحرق نسبة دهون عالية جدا الصبح، لأنه نحن وقت اللي بنكون نايمين فيه بتجمع نسبة دهون بالمعدة وبكذا مطرح بالجسم، هيك بنقدر نحاربهم، وهو أسرع طريقة نقدر نطلع دهون بالجسم. اليوم حنعمل أسرع تمارين فينا نعملها، ومش ضروري يكون معنا أوزان، فينا نحمل بس هيدي يلي اسمها بالإنجليش إلاستيك بانز، أو هي مثل المغايطة جاي نستعملها. أنا بنصح كل شخص يخليها معه بالسيارة بالمكتب أي مطرح، بتساعدنا كتير. ممكن يلاقوها بالأسواق طبعا، يعني أكيد بأي محل بالأسواق رخيص. أكيد أسعارها كتير رخيصة ومهمة. نعم، هيدي أهم شيء فيها، هيدا أهم تمرين. وطبعا بنذكر بأهمية المشي وأهمية الركض. بالضبط. تشجع عليهم بالطبيعة كمان بالهواء. أكيد الطلق. كل ما كان الهواء نظيف، كل ما كان فيه هواء مطرح مفتوح بيكون أحسن، والنوم شيء أساسي كتير كمان. نعم. طيب منبقى مع يوسف ومنقول لك مبروك من جديد. شكرا لك. واستديو لك. شكرا لك. طيب اول شيء قبل ما نبلش بهيدي رح نبلش، نحن دائما بنعمل التحميات يلي هي شد العضل وتمغيط العضل الى اخره. حنبلش اول شيء كانه عم نركض، بنعمل قد ما فينا على رأس اصابعنا كانه عم نركض هالشكل. فيني علي فيها شوي شوي، ظهري بده يكون جالس وعم بتنفس طبيعي. بعمل قد ما فيني 20-30، إذا بدي بروح أقول دقيقة 30 ثانية لدقيقة لدقيقتين. برجع اللي بعد بقى تكون هي اللي اسمها جامبينج جاك، بدي أعملها شوي شوي بشكل كمان يكون عم بتنفس طبيعي. هي وصلت لهون، برجع نحن بالعادة بنعمل السكوات اللي بنعرفها بالعادية. هلا بدي وسع شوي إجري، بدي أنزل فيها من هون وإبرم لفوق، بدي أنزل فوق. هيدا الشكل بنكون عم نعلي ضربات القلب بجسمنا، لانه هي حركات غير اعتياديه بالعالم، العالم يعني العالم ما بتعرفها او بتعملها. فبهالشكل بكون عم بعمل ضغط على جسمي زياده، يعني عم بطلع عم شد على هيدي الاجر، برجع بشد على هيدي الاجر، بضلني بعملها هيك هيك. من بعدها بما انه انا تحت بنزل على البوش اب، بخلي اجري على الارض
للأشخاص المبتدئين وبدي أنزل وأطلع بسرعة. كل شيء حرق سعرات حرارية بدي يكون سريع، ما بدي يكون بطيء أبدا. ضلني أعملهم هيك، عم بتنفس طبيعي، برجع حط إيدي هون بما أنه أنا هيك وافتح جسمي، بدي أقول 1 2 3 4 كمان بدي يكون فيها سريع. هذا الشكل عم بشتغل على المعدة وعم بشتغل على الصدر وعلى الظهر، كمان عم بكون فيها سريعة أسرع ما فيني. بتلاحظوا أنه بلشت ألهت لأنه عم بحط ضغط كتير كبير على جسمي. هاي بلشنا هون اللي كنا عم نحكي عنها الإلاستيك بانز أو هي المغايطة. بدي بلش فيها، حط إجري بس بالنص، للأشخاص كمان مبتدئين بلش فيها بالكتاف بهالسرعة، مش ضروري اطلع فيها شوي شوي وانزل، بطلع فيها سريع. وإذا بدي على 2 كمان نفس الشيء، كمان بلشت إلهت أكثر، بلشت أعرق هون. هذا الشيء كتير منيح بيكون، برجع بطلع فيها لقدام، ظهرنا جالس، كمان لورا، هيدي هلا للظهر. هالشكل كون عم علي ضربات قلبي لبلش احرق سعرات حراريه اعلى. هلا هون بهالحاله بوسع كمان، برجع اجري شوي قد ما فيني، بدي انزل فيها على الخواصر. هيدي هبه منيحه لك مشان الظهر. كمان بنفس الوقت كون عم بنحط فيها انا خواصري هالشكل، عم بحاول قد ما فيني اخلي اجري جالسين وبنزل بظهري. مثل ما بشوف هلا بلشت الهت اكثر وينشف ريقي، مشان هيك بحاول قد ما فينا نشرب مي نحن عم نتمرن. بهالشكل بنكون خلصنا التمارين بشكل سريع، وانا بنصح تكون هي من نص ساعه ل 45 دقيقه كل يوم، وعرق اهم شيء. وهيدي هي. نعم. طيب يقال يوسف انه بتحرق اكثر لما كمان تمرن العضلات قبل، هالشيء صحيح؟ يعني ينصح اللي بيمارس رياضة بأنه يمرن عضلاته دايما بعد العضلات يحرق سعرات حرارية، لأنه أصلا العضل بيكون حامي، هالشيء صحيح؟ أوكي. هلأ في إذا ما نحكيها منطق وبالعلم، بدي أعتبر هذه العضلة وهذه نسبة الدهون اللي فوقها. أنا ما مشغل العضل دهون ما عم بيصير له شيء، هذا العضل وهذا الدهون، العضل عم يشتغل دهون بعده، هو اللي بيساعد أكثر. نتمرن بنعمل اللي اسمه ويت ترينينج أو تمارين الحديد أو الأوزان، من بعدها بنطلع على التريدميل او على مكنه المشي. انا هيدا اللي بقصده، يعني انه يصير دغري بعد تمرين العضل 100%. والتحميه بتكون قبل التمارين 5 إلى 10 دقائق ماكسيموم. هلا في عالم بيقول لك لا بتخسر عضل، اكيد ما بتخسر عضل، لانه انت اشتغلت العضل لحال وعم تقدر تشتغل على الكالوريز لحال او نسبه السعرات الحراريه لحالها، فاكيد ما بنخسر عضل في هذا الموضوع. هذا شيء كثير منيح. طيب شكرا لك قريب يوسف أوغلو. دايما بنقول العقل السليم في الجسم السليم. أكيد. أما الآن مشاهدينا ففاصل قصير، نعود بعده لمتابعة فقراتنا الصحية في صباح النور. صباح النور مجددا مشاهدينا، صباح النور مجددا راوية، صباح الأنوار. منكمل حلقتنا بإيجابية، ما هي؟ أكيد طبعا. الحديث الآن عن علم النفس الإيجابي ولغة الجسد الإيجابية. عندما نتكلم نقوم بحركات مستخدمين أيدينا، أو حتى تتغير تعابير وجهنا أو نبرة صوتنا وطريقة جلوسنا ليفهم المخاطب ما نود إيصاله له. صحيح. وفي دراسة قام بها أحد علماء النفس اكتشف أن 7% فقط من الاتصال يكون بواسطة الكلمات، و 38% بنبرة الصوت، و 55% بلغة الجسد. ولو اختلفت الكلمات ولغة الجسد فإن الفرد يميل إلى تصديق لغة الجسد. فكيف نستخدم هذه اللغة للتواصل الإيجابي؟ نتعرف عليها مع الاختصاصي في علم النفس الإيجابي ميلاد حتشيتي في الحياة حلوة. صباح النور ميلاد، كيفكم؟ نورتنا. شكرا. صباح النور ميلاد. يعني ميلاد، بداية أهمية لغة الجسد وهذا العلم القائم بحد ذاته عم
عم تزداد أهميتها والاطلاع عليها يوم بعد يوم. صحيح. فما هو؟ بالفعل كتير صار الناس عندها رغبة تعرف إذا بدك تفسيرات حركات صحيح. الجسد. بس في بعض الناس كمان عم بيغالوا بهالحركات وعم بيصيروا يفسروها حركة حركة وكأنه صارت مثل 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 التنجيم إنه وصلت لدرجة إنه أنت حركتك هيك فإذا أنت هيك. هي لأنه في رغبة عند الإنسان إنه يكتشف الإنسان الثاني إنسان الآخر. بس هون لازم نحط شوية حدود على أنه ونوضحها. لغة الجسد هي لغة طبيعية، جسدنا بيحكي وعنده لغة، وهيدي اللغة ما في شيء من إطارة وفسرها حركة حركة. يعني اليوم نحن بتلقائية، لكن أنا عم بستعمل إيدي، يعني بتلقائية أنا بستعمل لغة الجسد وهي لغة طبيعية، مش أنه في إنسان بيستعمل لغة جسد وإنسان ما بيستعمل لغة جسد. وفي إشارات بتطلع تلقائية مع الإنسان، وفي لغة جسد متصلة بالثقافة بالبيئة بالمجتمعات. ما في إجي أنا أحكم بطريقة يونيفرسال أو عالمية على حركة جسمانية وحدة. من ميل تاني يعني لا يجوز التعميم، لا يجوز التعميم. من ميل تاني بلا، في بعض الإشارات إذا إجت بموقعها الصحيح بكون أنا عم في بقدر فسرها. خليني أعطي مثال. في ناس مثلا بيقولوا أنه واحد مكتف إيديه، يعني هيدا عنده رفض أو عنده يعني عنده ابتعاد عم يحمي حاله و بس اليوم فيكون أنا الأي سي كتير هلأ قوي وكتفت إيدي لأني مسقع، هل أنا بكون عم برفض أو أو أو؟ فإذا هون لازم انتبه على أنه ما في شيء لمن الإطار. يعني اليوم إذا أنت عم تتحديني أو عم تعملي استجواب وحسيتيني أن أنا نبرة صوتي فيها خوف وسكرت إيدي وابتعدت، ساعتها هالإشارات كلها بيصير فيني أقدر فسرها. طيب ما في شك أنه الجسد هو مسكن الروح، هو بوابة النفس. صح. هل مثلا لما نكبت مشاعرنا نكبتها ممكن ينلجم الجسد بنفس الوقت؟ حلو كتير السؤال توني، مع أنه مرات ما بينلجم بيتصرف بعكسنا. ساعتها بيتصرف لحتى هو يقول الحقيقة. أنا قلت لأنه يخيل إلينا بأنه كبت المشاعر معناتها كبت جسد. مرات ما بنقدر نكبت الجسد. رح أقول لك ليش. في سياسي فرنسي قال الأفكار انعطت للإنسان، أو عفوا الكلمات الحكي انعطى للإنسان لحتى يخفي أفكاره. يعني الإنسان مرات بيكذب بكلماته بينما جسده ما بيكذب. تخيلوا إنه الكلمات اللي عطت لنا نعطانا إذا بدي قدرة الكلام لحتى نخفي أفكارنا. لأنه كمان مرات الحركات الجسمانية مربوطة باللاوعي تبعنا، يعني إحنا مرات ما بنقدر نتصرف فيها. يعني هلأ أنت تعال نقزني أنا بتلاقيني عملت هيك، ما هيدي حركة تلقائية أنا بعملها بدون ما أنت بدون ما أكون واعي لها. في حركات جسمانية بتطلع قبل، مشان هيك هون مرات وين بيصير المشكل توني، لما بكون أنا عبالي أضبط شيء بس أنا شو عم بعمل ما بقدر بحركات الجسمانية. بتلاحظها مرات بتكون أنت متوتر تكون قاعد هيك، بصير أنت عم تضبط حالك أنه ما بدي بين أني متوتر بس إجرك عم ترجف. معناتها جسمك عم بيكون أصدق من عملية الضبط يلي أنت عم تحكي فيها. بس مما لا شك فيه أنه نحن إذا منقدر نوصل لقدرة نضبط حركاتنا الجسمانية مثل ما قلت منكون عم نمشي بتناغم، منكون عم نوصل الصورة يلي نحن إذا بدك بدنا إياها. خليني أعطي مثل. يعني أنا اليوم في ناس بيتربوا توني، وعن جد ثانك يو على الفقرة اليوم لأنه ما رح نحكي فيها عن حركة الجسد بمعنى أنه إذا حك دينته يعني أو حك راسه أو مثل ما الناس اليوم بتحب، لأنه لنفسره للناس أنه الحركات الجسمانية هي أهم وأبرز بكتير من أني ألقط إشارة إذا كنت عم بتكذب أو لأنه بشوف ممكن كتير تكون مصطنعة ومصطنعة. مش هيك بشوف توني كتير على الإنترنت أنه بس بدأ العالم تفتش أنه هودي حركات إذا واحد عم بيخونك أو هودي حركات إذا واحد عم بيكذب بالعمل. لا، الحركات الجسمانية أهم وأعمق بكتير إنه يعني نتعمق فيها. وهون سؤالنا، كيف هذه الحركات الجسمانية ممكن أن نتعلمها أو ربما هي شفرات إلى حد كبير يجب أن نفكها؟ 100%. بتعرفي بالطبيعة، خليني أرجع لطبيعة الإنسان. اليوم أنا مثلا خليني أعطي مثل، في ولاد بيتربوا على إنه ما يعملوا آي كونتاكت، ما يعملوا حركة عيون. في ولادي بيتربوا على إنه وبتحسي بتربيتهم على إنه وقفتهم شوي كتافهم واطية نازلة لتحت، بيتربوا ما يبتسموا. وهول هالحركات بكرة بيرجعوا بيأثروا عليهم. ليش؟ لأنه بعطي انطباع. يعني أنا اليوم إذا بسلم عليك وما بتطلع فيك بكون عم قلل من احترام أو خجول أو خجول، وبالطريقتين رح أعمل أنا عنك أخذ عنك فكرة، أنت تاخدي عني فكرة. ليش؟ العقل الإنسان أول ما بيلتقى بإنسان، إذا كان أول مرة هلأ أنا عم بلتقى بطوني لأول مرة، لما بشوفه طوني بدي عقلي بيعمل نوع من مسح
سريع لطوني بظرف ثواني. مشان هيك قلنا 55% الدراسة اللي أشرت عليها هي دراسة عملت على الكونكشن كيف بتصير عملية التواصل. عملية التواصل. بس بدي كمان ضيف على هيدي الدراسة إنه هيدي عملية التواصل منا دائمة فيني غيرها. عم نحكي هون عن عملية التواصل الأولي. شوف الطوني أول شيء عقلي بيعمل مسح لطوني لحتى أعرف إذا أنا بقدر أتواصل أنا وياه ولا لا. 55% من هالمسح رح بتروح على مظهره الخارجي وحركاته الجسمانية. شو لابس، كيف عم يتطلع، إشارات إيديه، قعدته، وقفته، حركاته الجسمانية. بس يحكي طوني 38% بتروح على نبرة صوته. نبرة صوته رصينة، خيفان، عم يجي بنبرة عالية، متعالية عليه ولا لا. و7% فقط مثل ما قلتي على نوعية أو مضمون الكلام يلي رح بيقول. يعني هالانطباع ممكن يتغير من الأول، من بداية اللقاء ل اتمام الصورة 100%. بس توني بس هوني بيصير انه انا اليوم عقل خلص اخذ فكرة. تتغير لي هيدي الفكرة، ما بقول ما بتتغير، بتتغير، بس بدها صار شغل منك كتير. يعني اذا انا بانطباعي الاول من وراء حركاتك الجسمانية اظهرت لي انه انت شخص متعالي علي، لحتى ارجع اوثق فيك واوثق انه العلاقة بيني وبينك رح بتكون ودية ومن الند للند، بدك كتير مجهود تعمل. وقد لا يكون هناك فرصة اخرى، ويمكن قد لا يكون هناك فرصة اخرى. حركات، كيف بفك حركات الجسمانية؟ بدي ارجع للطبيعة، بدي ارجع لطبيعه الامور. يعني انا بطبيعتي كيف بقعد، كيف بتطلع، كيف ببتسم. مشان هيك اليوم اذا بدنا نعطي كمان نصائح للناس، ما تغالوا، ما نغالي بالحركات الجسمانيه، نترك الاشياء الطبيعيه تصير. يعني نترك مثل ما، يعني انا اليوم اذا انا بدي استعمل ايدي لحتى فسر، بشرح هيدي ايدي عم بتساعدني. بس انا لما هلا جيت لعندكم على المقابله وعم تحكوني وعم اقول لك طلع ايدي هيك من عدم المبالغه وبعمل هيك، صار حركاتي الجسمانيه فائقه او زايده عن الحد. من سؤالنا، شو اللي بيجي قبل، الاحساس ام الحركه؟ يعني الحركه ممكن تولد الاحساس، والاحساس ممكن يخلي الحركه طبيعيه. من زمان كانوا يقولوا الحركه بتجي قبل الاحساس، انه انا بركض سو انا برجع بخاف. لا، اليوم الاحساس هو يلي بيودي، والنيورو ساينس اليوم العلم اثبت على انه انا في عندي فكره، في عندي تحليل لهالفكرة، بتودي إلى مشاعر، والمشاكل شو بتعطي إلى رياكشن. سو الرياكشن بتجي من بعد المشاعر. لكن وين المشكل؟ المشكل إنه أنا بكون مشاعري بمال، برجع بقول لكن عم حاول إني أعبر، لا أنا ماني خيفان، بكون عم برجف، بكون جسمي طيب عم يرجف. طالما نحن بعلم النفس الإيجابي، شو هي حركات الجسد الإيجابية؟ دائما الحركات المنفتحة هي الحركات الإيجابية. يعني الكتاف لورا، الابتسامة. يعني اليوم في كتير ناس ما بيبتسموا أصلاً. بدأنا مقدمة اليوم بأهمية الابتسامة، ولأن هي الابتسامة يمكن من أكثر الحركات الجسمانية انفتاحاً وإيجابية. الابتسامة، الكتاف العالي، الآي كونتاكت، هالأمور البسيطة، السلام الواضح، السلام المنو خفيف. بيقولوا البنات بيسلموا مثل السمكة الميتة. كيف السمكة بتكون ميتة هيك؟ بقى البنات بيحطوا رؤوس أصابيعهم أنزل. يعني لحتى يعني مثلا إذا بدي سلم عليك، ليك البنات كيف بيسلموا؟ بيسلموا هيك. بينما الشباب بيسلموا هيك، مرات بيصيروا يكسروا لإيدة للبنت كمان، هي غلط. بس هذه البنت المتكبرة يمكن تمن عمي ما شفت أعطيتها، بس أعطيتها صفة. يعني حكمت من وراء تسليمة على كيف بتكون. بقى هودي الحركات خلينا نكون، يعني دائما نحط ببالنا انه حركات منفتحه اللي فيها ابتسامه، اللي فيها قبول، اللي فيها وقفه، اللي فيها وقفه ثابته، كلهم بيدعوك على انه انا تعطوني، انا بدي اعمل تواصل معك. والا بتصير انت تخفي. هول في بعض الحركات بيعملوها الناس بدون ما يدروا. يعني مثلا بكون بدي سلم عليكم اثنيناتكم، اوكي، قبل ما سلم عليك بسلم على توني وما بعمل له اي كونتاكت. توني بيوحي له شبه، ليش ما عمل، ليش ما وقف، اعطاني وقتي، اعطاني يعني مثل عم يستبعدني او عم ميلاد. نقطه كثير مهمه خاصه هي متداوله باخر فتره، اهميه لغه الجسد وهيدي التصرفات اللي بنكون عم نقول شيء هي بالخطابات السياسيه. صح. اللي احيانا وكثيرا هلا عم نلجا للاخصائيين بلغه الجسد لنحلل. مزبوط. خطابات قد تكون محتواها غير مقصود او ما الى ذلك. قد ايه هذا الشيء هلا صار يعني يعتمد عليه؟ مزبوط. برجع لاول شيء قلته، يعتمد عليه اذا اجى بالاطار الصحيح، واذا اجى بالتحليل النفسي مع التحليل اذا بدك كل الحاله مثل ما هي. يعني انا مرات بشوف مثلا صوره، مثلا مره شفت حدا عم بيقول قال براد بيت وانجلينا جولي، وانجلينا جولي حاطه ايدها بالصوره على براد بيت هون، فاذا بما انه حاطه ايدها بهيدي الميله فاذا هي بتعكس. قلت له انا شو عرفك انه هذا يعني هذا اخذ اللقطه حطتها، يمكن يعني حطتها يعمل تسقيط اسقاط على وعلى صوره انه لا يمكن حطت هالايد ونزلتها،
مش لقطت أنا بهالموقع، لكن معك حق يلي عم بتقولي، في اليوم كتير رواج لهيدا النوع، في البعض بيتصدق وفي البعض الثاني يعني ما بيتصدق. يعني الخطابات، يعني عم نحكي هون عن نبرة الصوت، الرشفة، هون عم نحكي شو بتعتمدوا معايير اللي بتعتمدوها؟ الدعايات الانتخابية الأمريكية يعني في أشهر، يمكن يعني أشهر مقابلة، أشهر مقابلة انعمل عليها هي الخطاب بين، نذكرها بين نيكسون وبين الرئيس كينيدي، مناظرة، لما المناظرة لما صار، لما حدا طالع من المستشفى ومريض وشكله كان مبين أنه مريض، الثاني كان لابس أفضل، قاعد أفضل، معمول بطريقة أفضل، وبيقولوا أنه فاز عليه ليس فقط بالأهداف السياسية اللي طرحها، إنما كمان بالحضور وبالشكل. نعرف اليوم أكيد السيدة الأولى مثلا اليوم الأمريكية تعرضت لكثير من التحليلات حول حتى طريقة ملبسها، طريقة وقفتها حد الرئيس، الصورة اللي اعتمدتها، أكيد هيدا النوع كتير مهم. واليوم حتى بعالمنا العربي بنشوف إنه في زعماء كتير عم ينحكى إنه كيف بيحكي، كيف بيطلع، بل مننتقدهم إذا عملوا بعض الحركات يلي منرأي فيها مغالات، أكيد. بس بدنا نعرف كمان مين اللي عم يعمل هيدا الشيء، يعني مين هو الاختصاصي يلي عم بيقوم بهذا الموضوع. بلكي بيكون هيدا موضوع لأنه بحاجة لتوسع أكثر معك ميلاد حتشيد الاختصاصي بعلم النفس الإيجابي. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا، لا يتوقف قطار المستقبل عن إدهاشنا، والتكنولوجيا تطاول اليوم أكثر المهن تقليدية ألا وهي الزراعة، فبدلا من مئات الأمتار من الأراضي والمصادر الطبيعية المهدورة كالمياه، بات هنالك الزراعة المغلقة والفعالة في آن. كيف ذلك؟ الإجابة مفصلة في تقريرنا من بلاد العم سام، نتابع. أهلا بكم إلى مستقبل الزراعة. بهذه العبارة تعرف مزارع Local Roots عن نفسها، حيث يتم تصميم وبناء وتشغيل حلول الزراعة الداخلية الأكثر إنتاجية في العالم، وحيث لا مواسم بل تستمر عملية الإنتاج على مدار 365 يوما في السنة. We have a controlled environment where we control the entire weather with inside the farm. We grow on 7 levels, very dense, and we can achieve 5 acres worth of production in one 12-meter shipping container. يهدف القيمون على هذه المزارع الفريدة من نوعها إلى تحسين الصحة العالمية من خلال بناء نظام غذائي أفضل، إذ يعتقدون أن مفتاح مستقبل أكثر استدامة يتطلب القضاء على مخاطر التوريد وتسليع الصناعات الغذائية. Each crop and each varietal require different spectrum of light. So we're able to tune the wavelengths in the spectrum to create photosynthesis for our plants. So depending on the crop we're growing, you'll have a different wavelength and different photo spectrum with inside the farm. شعارهم الغذاء يجب أن يشفيك لا أن يجعلك مريضا. لهذا السبب يحرصون على الدقة بدءا من الزراعة وصولا إلى التعليب. ويعتبر القيمون على المزارع أيضا أن كل نبتة هي شخص منفرد يجب أن ينمو بصحة وإيجابية. So we've been working really hard, both on, with our plant science team and our engineering team, to achieve cost parity with outdoor field-grown organic produce. We were able to achieve that cost parity about a year ago, so now we're able to grow food at the same cost as outdoor organic farmers. تنتج هذه المزارع المميزة ما يقارب 22 نوعاً من النباتات والفواكه، وتسعى لإضافة لائحة طويلة من المحاصيل من خلال دراسة الظروف التي تحتاجها لتنمو بشكل صحي وسليم. This is extremely healthy. We're delivering nutrients directly to the root zone, so we're able to create perfect conditions for the plants to thrive, so they don't have to stave off a lot of the challenges that come with outdoor farming. We don't use any pesticides or herbicides at all. We are completely 100% pesticide free, so the consumer doesn't have to worry about any chemicals being sprayed on their products. للمزارع نظام ري خاص
فيه ما يكفي من الكفاءة بحيث يسمح بالتقاط وإعادة استخدام المياه مع الاستمرارية بتقديم محتوى المغذيات المطلوب للنباتات، وبالتالي يحتاجون ل 99% ماء أقل من ذلك الذي تحتاجه الزراعة في الهواء الطلق. Flavor is much more flavorful compared to outdoor farming. Because they're in a controlled environment and we have the ability to give the plants perfect weather, the plants can thrive. And all of these natural attributes from a flavor profile come out within our growing system. إذا كان هذا هو مستقبل الزراعة على كوكب الأرض، فما هو مستقبل المستقبل؟ طموح الإنسان لا يتوقف هنا، فأي جديد تخبئه لنا السنوات القليلة المقبلة بالتزامن مع التحضير لرحلات سياحية إلى سطح كواكب أخرى؟ We're excited and ambitious to be one of the first companies to grow food on a commercial scale off Earth as well. So Mars is certainly in the near future for humanity at large, and we're excited to come up with an engineering solution to grow fresh food and give all of the settlers on Mars access to fresh, healthy food. الجرأة والطموح هما أساس أي تقدم في كل المجالات، وهذا النوع من الزراعات التي تحاكي التطور يعتمد على الأمرين، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي يحتاجها البشر ليخلصوا أنفسهم من المشكلات البيئية الكثيرة التي تحاصر عالمنا. ومن الطعام الصحي في بلاد العمسام إلى الطعام الصحي في مطبخ العم مطبخ الشيف فؤاد بنسميك العم فؤاد أو الشيف فؤاد ولكن دائما نقول ولا أشهى. صباح النور مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. مثل ما شايفين اليوم أطباقنا مثل ما سبق وقلت بأول حلقة أنه أطباقنا سهلة وسريعة، بس طبعا في إشي حبيت بلش فيها قبل لحتى نقدر نطبق الطبخة كلها بخلال هذا الوقت القصير. طبعا مكونات هلأ أكيد تمرق أكيد بدنكم على الشاشة بتسجلوها وتفاصيلها، طريقة تحضيرها كمان سهلة. هلأ أنا بلشت هون أول شيء عم بقلي اللحم المفرومة للحضر أنا الرز اللي مع الفول والحمص. هلأ اللحم المفرومة أنا بلشت فيها قبل بوقت لأن بدي ورجيكم لأي درجة استوى أنا بدي أوصل فيها، اللي هي بدي بلش أعطيها اللون الأشقر، يعني خليها شوي تاخذ لون من التقلية لحتى بس أرجع حطها بالطبخ حتعطينا نكهة تانية ولون الحبة بصير أحلى. هلأ عم بقليهم، ضفتلهم شوي رشة ملح أنا لحتى خلي الخواص المي الموجودة باللحمة تطلع، وهيك بهيدا الشيء وقت بتطلع هيدا المي هي اللي حتعطيني طبقه متغلف لنا حبوب اللحمه لحتى يصير لونهم مثل ما سبق وقلت. هون عندي بالطنجره كمان حطيت شويه زيت، رح اضيف عليهم البصل المفروم الناعم هلا. هون كمان يفضل انه قلي على نار عاليه لانه بدي البصله كمان تاخذ لون شوي اشقر ما تبقى بيضة، لحتى كمان بس احط البهارات عليها تاخذ اللون البني اللي هي حيطلع وقتها بدنا نطبخ الرز، ما حيطلع الرز لونه ابيض ابيض، حيكون شوي الرز معبق اللي هو غامق. هلا هون بهذا الوقت اللي عم بقلي فيه اللحمه رح اضيف عليه شوي من البهارات اللي معنا لانه في بقيه كميه البهار بدي احطها مع الرز، فجزء بحطه مع اللحمه ليتقلى وجزء بدي احطه ارجع مع البصله كمان ليتقلى. هيك بكون عم بعمل نكهتين بالبهار، وحده صارت مع خواص اللحمه وحده مع خواص البصل والخضر اكيد اللي هو حينحط بقلبه. كثير اساسي وقت بكون عم نقلي اللحمه بهيدي الطبق، يعني خاصة وقت عم نقلي لحمة لنحطها بقلب رز بقلب معكرونة، وقت هيدا الشيء بفضل أنا هون البهارات تنحط من بعد ما تبلش اللحمة تستوي. مثل ما أنا دايما بقول إنه أنا بفضل تقلية البهارات بأول الطبق، بس في أطباق بتلزمنا إنه نحن نحط البهار بفترة متقدمة من الطبق. طيب شيف فؤاد، هي المدردرة طبق لبناني 100%؟
صح. بس أنا أول مرة بسمع بين بردرة الفول الأخضر والحمص. مزبوط. هي الهدف منها مدردرة إنه نحنا حبوب الرز بتصير بتنزل مهرهرة، فبيقولوا لها نحنا باللبناني مدردرة بدردر يعني الرز فيها. فهيدا الشيء اللي حبيت أقدمه هون بهذا الطبق. رح أنقل البصلة لهون. بعدين خفيف جدا هيدا الطبق، يعني اللي بيملوا أحيانا من طعمة المدردرة. صح صح. وخاصة هيدا الطبق يعني فيه حبوب وفي يعني في اشياء غذائيه جدا عاليه ومفيده للانسان، خاصه ما بنضل على طول انه بس لحمه دجاج سمك لحمه حتى انه الفول الاخضر يعني بنستغله بموسمه. صحيح صحيح. طبعا انا بس اشرح شوي عن الفول الاخضر، اذا ملاحظين لونهم، انا هيدا فول اخضر اتفقى ونغلت المي تقريبا مي حطينا فيها شويه ملح وتسقط بقلب المي لحوالي 3 دقائق. هيدي هو وقت سقطت عليها بتغير شوي لونها الرز اللي عفوا الفول وبتصير الجلد طريه. يعني انا هلا بقدر بكثير طريقه سهله انه شيل القشره عنها وصارت حبه الفول موجوده بقلبها، فهيدي كمان بتساعدنا على الاستواء اكثر. وبنفس الوقت اذا نحن حبينا نعمل هيدا الفول بهيدي الطريقه ونضبهم بالفريزر، بس نعملها بهيدي الطريقه بنقدر نحطهم باكياس خاصه وتنضب بالفريزر وبتضلها بتبين انها خضراء وبتعطينا النكهه الطبيعيه الطازجه. يعني باقيين شي مره الفول الاخضر على كورنيش المناره الروشه. هلا هو هونيك بيجي مع هونيك كل شيء طيب. هونيك كل شيء طيب، بس انا بحب الذره يعني على ريسه الذره، بس الفول انا ما باكله. هلا عم ضيف على البصله رشه الملح كمان هون لحتى خلي الخواص يطلع منها. رح ارجع ضيف البهارات هلا كمان رشه صغيره من كل نوع البهارات. بس الشغله شوي اللي بدها تكون اكثر عاده بالطبق اللي هي القرفه، نحن بنزيدها شوي لحتى تعطينا اللون الذهبي اذا بدكم بالطبق اكثر. عم بحط كمون صح؟ عفوا كمون عم بتحط؟ لا عم بحط قرفه، ممكن اضافه الكمون بالطبق، بس حبيت صراحه هالمره بهذا الطبق غير شوي عن الكمون لانه مرق اسبوعين لورا كنا كثير عم نشتغل بالكمون، فهذا الطبق ممكن اضافه الكمون له، بس حبينا هيك نطعمه ببهارات مختلفه شوي. إذا ملاحظين بعد إضافة البهارات صار لون البصلة، رح ورجيكم مشاهدينا كيف صار لونها. هذا اللون أنا اللي بدي أوصل له، هذا اللون اللي كتير حلو. بس تنوصل لهذا اللون نحن صار بإمكاننا هلأ نضيف بقية المكونات اللي هي الفول الأخضر كمان مع تقليبهم. ممكن الفول الاخضر يكون متبل بثوم وحامض كمان صح؟ ممكن يتبل بثوم وحامض كمان مقبل على جنب. صحيح. هون بس وقت بده يتبل ثوم وحامض مثل ما قلت بينسلق بس لوقت اكثر لحتى ما يكون بعده قاسي، لان هون بعد الحبه قاسي تركتها لحتى بس بدي ارجع اضيف عليها المرق وبدنا نطبخ الرز كله مع بعضه، بدي اخلي حبوب الفول تستوي مع الرز ما تكون كثير مستويه. هلا رح ضيف كمان الحمص الحاب، كمان الحمص الحاب يفضل انه ما يكون كثير مستوي، يكون بعده شوي قاسي لحتى يستوي مع الرز حتى ما يخبص. كمان عم بقلبهم مزبوط. بهيدا الوقت رح ارجع اشوف اللحمه كيف صارت. خلوني ورجيكم اللحمه صار لونها هيدا اللون اللي انا بدي اياه، هيدا اللون اللي عم تاخذها حبوب اللحمه هيك مثل بيقولها مقمره شوي. هيدا الشيء هلا بتكون حبه اللحمه قسيت، بس اكيد وقتها بدي ارجع اضيف المي وتغلي هيدا حتصير طريه بس اخذي هيدا اللون. رح ضيفها هون عليهم. ذكرنا بالعصائر الموجوده هون. انا محضر عصير الرمان، عصير الحامض، وعصير البردان. هدول بدنا نحضرهم بالفقره الثانيه وقتها بدنا نعمل العدس المتبل بالطحينه. هلا عم بقلب الحمص واللحمه والرز كلهم مع بعضهم، بدي اتركهم حوالي 7 دقائق على النار لحتى يستووا. هلا بدنا نحضر السلطه اللي هي بدها تتقدم معهم اللي هي اللبن والخيار، بس طريقتها شوي مميزه عن باقي الاشياء. عندي الخيار مقطع بهذا الشكل او باي شكل ممكن يكونوا مقطعين، رح ضيفهم هون. بدي اطحنهم. هلا مثل ما شايفين طحناه هون لحتى نكسر لهم شوي من شكلهم. شوف انا هيدي السلطه اللي عم تعملها انا بعرف اعملها.
بتعرفي تعمليها؟ برافو كثير قوية شاطرة أصعب الأطباق بتعملها قوية ممكن هيدا خلوني كمان ذكر بشغلة أنه ممكن إضافة الفول الأخضر يتأشر وينضاف مع الخيار وينطحن بهالطريقة بصير في عنا طعمة الفول الأخضر موجودة فيها صعبت عليك شوي هلأ حطينا الخيار شاف شفنا تقرير من شوي عن الزراعات المغلقة وكيف أنه يعني بيسيطروا على حرارة وعلى كل الأمور الخاصة بالزراعة بالخضروات والفواكه قد هذا الشيء مهم أنه ما تتعرض للتلوث بيأثر على طعمتها يعني أنت كشاف تعرف هذه الأمور قد مهم كتير مهم لأنه عم تكوني أول شيء عم تنزرع بطريقة نظيفة 100% عم تحافظي عليها من كل أجواء الطقس اللي عم تكون فيها خاصة يعني التلوث اللي عايشينه صحيح يعني وقت ما تقعد تلعب الحرارة على الخضار هو خاصة على بعده عم بيطلع من الزراعة فمنحافظ عليها لتحصل على نكهاتها الفعلا طبيعية المركزة صحيح صحيح وصحية أكيد 100% يعني منفهم أنه كل العناصر الغذائية عندك من جنينة الشيف فؤاد لمطبخ الشيف فؤاد صحيح هلا عم ضيف النعناع اليابس عليها ورشة صغيرة من الملح واللبن هون مثل ما شايفين ضيف عليها رشة ملح كمان صغيرة على اللبن وبالشريط حاول بس اكسرهم شوي بكسرهم بس لحتى تخلص من كمية المي اللي بتطلع على اللبن اللي هي بيقولوا لها مصل اللبن هيدا الشيء كمان نحن بدنا اياه يكون موجود لان هيدا في طعمة الحموضة اوكي هلا بقلبهم شوي مع بعضهم بتذكر شوي بالسلطة العراقية صح في سلطة عراقية بيمزجوا فيها اللبن مع الخيار وفي أوقات بيضيفوا عليها الجزر كمان صح هلأ خلطتهم مع بعضهم مثل ما شايفين آخر شيء بضيف عليهم عصير الحامض كمان شوي عالي كمية عصير الحامض هي اللي حتخلي لنا هيدي السلطة تكون فيها النكهات ما بين الخيار واللبن اللي هي طعمة الحموضة مع الملح اللي هي كمان شيء كتير طيب خاصة مع هيدا الطبق الفول هلأ هوني بس بهذا الوقت بضيف عليهم الرز برجع بخمرهم بالمرق ونتركهم على نار خفيفة هلأ رح أرجع لعندكم توني وراوية وأكيد نرجع نكمل أخبارنا شكراً شيف إذا مشاهدينا العديد من الفقرات بصباح النور عبر التلفزيون العربي بانتظاركم ولكن بعد هذا الفاصل بكم من جديد مشاهدينا إلى الزميلة رويدة أبو عيد وآخر الأخبار ودائما مع الخبر شكرا لك هبة أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم الأنباء نبدأ من كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن تأييده للإجراءات التي اتخذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحت عنوان حملة مكافحة الفساد والتي شملت اعتقال عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال ويعلن ترامب أن لديه ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده وزير الدولة السعودية لشؤون الخليج العربي ثمر السبهان يعلن أن بلاده ستعامل الحكومة اللبنانية كحكومة إعلان حرب بسبب حزب الله ويقول إن السعودية لن ترضى أن يكون لبنان مشاركا في حرب عليها السعودية تضع الرئيس اليمني عبدالرب منصور هادي وأولاده وكبار معاونيه تحت قيد الإقامة الجبرية في الرياض وتمنعه من المغادرة بحسب وكالة الأسوشيتد بريس وذلك بذريعة وجود مخطط لاغتياله بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي يطالب السلطات الحاكمة في ميانمار بضمان عدم استخدام القوة العسكرية المفرطة ضد أقلية الروهينجيا المسلمة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ويدعو أيضا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم نقاشنا اليوم سيتابع التطورات على الساحة اللبنانية بعد استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس لرئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري والكلام أيضا هذا الصباح عن مغادرة الحريري للرياض ذهابا إلى أبو ظبي للقاء ولي العهد محمد بن زايد هذه التحركات يعتبرها مناصرو الحريري ردا على تكهنات المعسكر السياسي الآخر الذي تحدث خلال اليومين الماضيين
عن احتمالات إقامة جبرية تفرضها الرياض على الحريري بعد إجباره على الاستقالة. التكهنات في لبنان هي حاليا سيادة الموقف، والجميع يحاول استشراف المستقبل بعد الخضة السياسية التي أحدثتها استقالة الحريري. للوقوف أكثر على هذه التطورات تنضم إلينا الكاتبة والمحللة السياسية منى ليزا فريح. يعني اليوم يبدو أن الأخبار مهمة جدا، غادر على ما يبدو رئيس الحريري الرياض، وبالأمس أيضا استقبله الملك السعودي. هل هذا ردا كافيا على كل التكهنات من قبل المعسكر الآخر عن وحديثهم عن إقامة جبرية تفرضها الرياض على الحريري؟ يعني منذ أعلن الاستقالة نهار السبت مثل ما تبعنا تتوالى التكهنات والشائعات والأخبار عن وضع الحريري في الرياض، وبدأت منذ الأمس يعني تظهر صور للحريري عند الملك سلمان، وقبلها استقباله السفير السعودي المعين في لبنان، وصولا إلى اليوم هو الخبر الذي أوردته وكالات أو الصحف والصحف اللبنانية عن مغادرة الحريري الرياض. وأعتقد أن هذا يعني دليل إضافي على أنه ليس موضوعا في الإقامة الجبرية، ولكنه لا يبدد كل التكهنات وكل الشائعات التي تتردد منذ الإعلان المفاجئ لاستقالة الحريري. طب أستاذة موناليزا، يعني ما الذي قد يدفع السعودية بحسب تكهنات كما قلنا المعسكر الآخر إلى فرض إقامة جبرية على الحريري؟ الحريري حليف استراتيجي للمملكة، وكل ما يمثله الحريري في لبنان، يعني لماذا قد تضعه تحت إقامة جبرية؟ ما هو يعني مجرد القول أنه وضع في الإقامة الجبرية ليس مؤكدا، يعني ويعني وكل المعلومات التي وردت منذ السبت تودد هذا السيناريو. ولكن يعني بظل الأجواء التي تحصل في المملكة والاعتقالات والتغييرات والترتيبات التي تحصل في المملكة، ثمة من ذهب إلى هذا السيناريو بسيناريو متكامل. لا، ثمة من ذهب إلى هذا السيناريو أيضا أستاذة موناليزا بسبب الخطاب. أولا الاستقالة المفاجئة، ثانيا أدبيات الخطاب التي خطاب الاستقالة، أعني أن كل هذه الأمور ربما أوحت للبعض بأن هناك قرار سعودي باستلام زمام الأمور وبفرض الرغبة السعودية على الرغبة اللبنانية وعلى رغبة الرئيس الحريري بالتحديد. يعني خطاب كان واضح أنه الاستقالة ليست استقالة طبيعية، لم تأتي أولا من لبنان، لم يكن هناك أجواء سبقتها توحي بأن الحريري ذاهب إلى الاستقالة، ولكن ليست بالضرورة أنها فرضت عليه، ممكن تكون التقاء يعني رغبات، ولا في شيء غير طبيعي حصل، ولكن حتى الآن غير مفهوم. عم أقول لك يعني عم تتوضح الأمور، واليوم آخرها يلي هي مغادرته السعودية، ولكن لم تتضح الصورة وملابسات هذه الاستقالة بعد. كلام وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي تامر السبهان كان مهم جدا أيضا، عندما قال بأنه المملكة ستعتبر أي حكومة يشارك فيها حزب الله حكومة إعلان حرب. يعني ما هي الاحتمالات اليوم المطروحة إذن على الساحة اللبنانية؟ هل من المحتمل أنه تقوم أي حكومة دون مشاركة حزب الله؟ يعني هذا أمر يعني يضيق الخناق كثيرا على الساحة اللبنانية. السيناريوهات المطروحة هي سيناريوهات عدة وليس سيناريو واحدا، ولن كمان يعني في علامات استفهام كبيرة حول هل سيعود الحريري إلى لبنان بعد مغادرته الرياض. يعني مجرد عودته للبنان كمان رح تطرح تساؤل، هل سيقبل الرئيس عون استقالته، وهل ستمضي الأمور الدستورية حسب بعد تقديم الاستقالة. ومن العناوين المطروحة هو تشكيل حكومة تكنوقراط لا يكون ممثلا فيها حزب الله بشكل مباشر، ولكن يعني الأمور ليست الرئيس واضحة عون ورئيس بري قالا حتى الآن بأنه كل هذه الاحتمالات من المبكر جدا الحديث عنها قبل عودة الرئيس الحريري واستفسار منه عن أسباب الاستقالة. إذن الحديث ربما عن هذه الأمور يعني مثل ما بقول لك لازال مبكرا لينعرف مصير الحكومة. يعني لحديت هلأ الحكومة معلقة، يعني لم
تقبل الاستقالة. الحكومة لا تزال الحكومة أنه تتولى مهاماتها. والخطوات التالية بأيكي أنت تتوقعين عليها. العودة قريبة للرئيس الحريري؟ يعني ما الذي قد يمنع عودته إذا لم يكن تحت الإقامة الجبرية؟ يعني الحكي اللي طلع من بخطاب الحريري عن أنه في ظروف مشابهة لل 2005 وحكي عن محاولة اغتيال، كله لا يزال في إطار التكهنات، يعني ما في شيء محسوم. بس هيدي من الأمور التي قد تبرر لاحقا عدم عودة الحريري، ويمكن يعود. يعني لا شيء محسوما حتى الآن، ومنهم الحكي اللي صدر عن سمحة الأمين العام حسن نصرة لأنه الحريري سيعود. فلا شيء، يعني أقرب المقربين من الحريري أعتقد لا يعرفون ماذا سيحصل. يعني حتى كلام الأمين العام لم قال بأنه ليس لديه معطيات، ولكن توقع ربما أن يكون الرئيس تحت الإقامة الجبرية في السعودية. توقع حمل يعني حاول إبعاد تهمة الاستقالة أو تهمة الكلام الذي ورد على لسان الحريري، حاول تبرئة الحريري منه. يعني كان خطاب تهدئة داخلي. برأيك لماذا استخدم هذه اللغة أستاذة موناليزا، خطاب التهدئة وعدم التصعيد ومحاولة تخفيف الضغط على الشارع؟ لأنه كان في الواضح أنه كان في من منذ إعلان هذا الاستقالة المفاجئة كان في محاولة القوى السياسية بلبنان، وخلافا للعادة في محاولات للتهدئة. يعني صدرت عن رئيس عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، حتى السيد حسن نصر الله كان الكل متوقع أن يكون خطابه عالي السقف، جاء خلافا للمتوقع، وهو يعني موجه للشارع اللبناني أكثر من هو خطاب مهادنة للسعودية. هو خطاب تهدئة داخلي حتى تتبلور الأمور. كمان هو قال أنه ليس لديه معطيات كافية ليبني على شيء مقتضى. اليوم ما الذي يعنيه هذا التأييد الأمريكي للخطوات السعودية الأخيرة؟ هذا الانسجام الأمريكي السعودي الكامل كيف سيلقي بظلاله على لبنان؟ وهناك قرار سعودي أمريكي يعني تقليم أظافر إيران في المنطقة خصوصا في لبنان. يعني كان قبل الخطوات السعودية كان في خطاب أمريكي، وهو الذي نزع بموجبه ترامب الصدقية عن البرنامج عن الاتفاق النووي الإيراني. ومزك ظهر أن ثمة توجها جديدا أمريكيا حيال إيران وحيال حزب الله، والتقت يعني المصالح السعودية والأمريكية وهي ملتقية أصلا في هذا الموضوع. يعني وشفنا لقاءات كوشنر يعني نحكى عن زيارات لم تعلن عن كوشنر للسعودية قبل الخطوات الأخيرة التي اليوم. هل هناك قرارا متخذا أمريكيا سعوديا بما يخص لبنان بالتحديد أستاذة موناليزا؟ يعني الواضح أنه الجانبين مصران على تقليم أظافر حزب الله. الحكي اللي طلع عن وزير دولة سبهان بالأمس، وقبله العقوبات التي فرضتها أمريكا على حزب الله، كلها تظهر أن هناك إذا تنسيقا يعني. طب الإجراءات المقبلة ما هي برأيك؟ الواضح أنه في إجراءات عقابية للبنان. يعني الحكي اللي نقال مبارح عن سين السبهان أنه حكومة حزب الله هي حكومة حرب ضد السعودية، يعني توحي بإجراءات عقابية. يعني والسعودية قادرة على معاقبة لبنان في هذا الإطار. يعني إذا منعت التعاملات مع المصارف اللبنانية، في لبنانيين كتير بيشتغلوا بالسعودية، إذا ذهبت إلى حد سحب تراخيص أعمالهم. يعني الواضح أن لبنان مقبل على مواجهة. عندما يطمئن الرئيس عون ويقول بأنه يعني الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في لبنان هو خط أحمر، على ماذا يستند إذن؟ الكلام أكيد رئيس ما في لا يمكنه القول أن لبنان ذهب إلى مواجهة. الرئيس عون مش بوارد أنه يواجه السعودية، كل الفرقاء ذاهبين إلى يعني عم بجربوا يوحوا بأجواء تهدئة.
بس الحقيقة غير حقيقة. خيار الحرب أستاذة موناليزا، يعني في خطاب الأمين العام لحزب الله لم ينفي قطعيا هذا الخيار، وقال ولكنه استبعده لأن إسرائيل كما قال لا تعتمد في خيار الحرب على معطيات سعودية أو على أوامر سعودية. تستبعدينه أنت برأيك؟ خيار الحرب ليس لم يعد مستبعدا، خصوصا بظل الفراغ. إذا ذهبنا في حالة فراغ بلبنان، الخيار الحرب مطروح كان بقوة بالفترة الأخيرة، وفي حال أرادت يعني إيران أو أي جهة تخفيف الضغط عن المواجهة السعودية الإيرانية، ممكن نشهد مواجهة بين لبنان وبين حزب الله. أستاذة موناليزا فريحة، شكرا لك على حضورك، على كل المعلومات القيمة التي أفدتنا بها. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم. الآن عودة إلى الزملاء لمتابعة باقي فقرات صباح النور. شكرا لك رويدة ولضيفتك الكريمة. والآن مشاهدينا، ما هي آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي؟ نتابع معا والزميل أحمد الهاشمي في فقرة هاشتاغ صباح النور. لمع صباح النور، لمع يا صباح النور. أهلا وسهلا بكم معنا مشاهدينا. إن شاء الله اليوم أكون متحمس زيادة عن اللزوم. صباح النور، صباح ليش النور. نعسانين؟ مش نعسانين أبداً. أنت متحمس زيادة. أنت أوفر. أنا أوفر حماس. هو النعس آخر شيء نعكس علي. أنا أطلع الغلطان. بس صباح النور، صباح الورد. شو الألوان الحلوة؟ أزرق وأسود. اليوم الكل لابس أسود، حتى توني كذلك شفته اليوم. نعم، واليوم أنت لابس أسود. والله ما كنت أعرف إن الموضوع هيك، يعني أنا ما شفتكم على الهواء الصبح صراحة. شوف صباح النور ليه لابس أسود؟ صباح النور، حبينا نغير نلبس انا وهبه يا ولد. طيني يا زلمه سوالف. مشاهدينا، بما ان الايباد استشهد، هو طبعا كل اسبوعين يستشهد لشوي على مود الابديت والسوالف، خلينا بعد اذنكم اليوم نبدا بابرز هاشتاج الساعات القليله الماضيه في العالم العربي ومن العالم. رح نبداها ب له علاقه بلبنان، فرح نبداها ب لبنان. هاشتاج الاول كان الاجتماع الامني البارحه، كان الاجتماعات الامنيه اللي كانت تعقد من قبل الحكومه اللبنانيه اخذت يعني هامش كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتحديد على تويتر بما له علاقه بالاخبار. اذا هذا كان بالنسبه للهاشتاج الاول. الهاشتاج الثاني كان الملك سلمان وكل شيء له علاقه ب يعني الاحداث السياسيه اللي بدها تحصل بالسعوديه من اعتقالات وغير ذلك، وربطت كلها بهذا الهاشتاج، ايجابيه وسلبيه. الهاشتاج الثالث طبعا كان حريري باللغه الانجليزيه او بالاحرف الانجليزيه او اللاتينيه. الفكره الاساس بها كانت كل شيء له علاقه ب سعد الدين الحريري رئيس الحكومه اللبنانيه المستقل. من بعد لبنان ننتقل مباشره الى الاردن. الهاشتاج الاول كان المدينه الجديده، الهاشتاج الثاني كان اردن 24، الهاشتاج الثاني كان اخباري مشاهدينا. اوكي، الهاشتاج خلاص عرفتوا يعني تأكدتوا من الموضوع زي. الهاشتاج الثالث كان السعودية، والهاشتاج الثالث بحكم وجود جالية كبيرة بالأردن من المملكة العربية السعودية واهتمامها طبعا كان واسع بهذا الموضوع، انعكس هذا الأمر على كل الأحداث اللي لها علاقة بتفاعل الناس أو البوست اللي موجودة على تويتر أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي كلها. بس أكثر شيء مشاهدينا، حتى بس تكون الصورة واضحة عند يعني شريف علمكم، أن هذه التفاصيل والهاشتاجز نجيبها أكثر شيء من التويتر، حتى بس تكون الفكرة أنه ممكن يكون أكو ترند لهاشتاج معين على فيسبوك أو شيء من هالقبيل، ولكن إجمالا يعني هي تكون موجودة على تويتر حتى نكون إحنا متأكدين من التغطية الكاملة لها. من بعد الأردن ننتقل إلى عمان. ليتها لم تفعل، الهاشتاج الأول كان لخريجة من خريجات سلطنة عمان، يعني عبرت براحة شديدة وبطريقتها بهالحركة الآن سويتها بعد ما أخذت شهادتها، فصار أكو انتقادات كثيرة لها وأكو ناس أيدوها بأنه هذه يعني هذه حريتها الشخصية يعني تسوي اللي تريده. الهاشتاج الثاني كان فرحة تخرج 2017، وكذلك الهاشتاج الثاني أكد شوية على التفاصيل اللي لها علاقة بالهاشتاج الأول. الثالث اللي هو صار لها ما لا يقل عن 5 أيام أخذ ترند، وتكلمنا عنه يوم السبت الماضي، نداء للسلطان ترقياتنا مستحقة، وهذا طبعا رابع هاشتاج أو يعني الهاشتاج المرة الرابعة ينحط على التويتر ويأخذ فعليا ترند عالية. من بعد عمان ننتقل إلى الكويت. الهاشتاج الأول كان رئيس طبعا ياء مرتين، ونرجع نأكد هذا الهاشتاج مثل ما هو على مواقع التواصل، فنحن ننقل الفكرة، وإذا أكو أي خطأ إملائي مو منا، ده يكون من فكرة الهاشتاج أو من اللي كتب الهاشتاج ومشي على أساسها. رئيس الوزراء اللبناني المستقيل أو رئيس الوزراء اللبناني المستقيل كان هاشتاج الأول. الثاني شعوري بتغريدة، والكل طبعا غرد بأحرجكم، أسألكم شنو شعوركم بتغريدة واحدة ولا مشيها؟
ماكو ابدا ماكو شعور يعني. انا فرحانه. فرحانه يلا بتغريده على طول. شعورك شنو؟ مبسوطه. مبسوطه. اهلا وسهلا. اذا هذا كان من بعد الكويت. ننتقل الى اخر دوله معنا، دوله قطر. الاولى كان مرور 5 أشهر على الحصار، طبعا على اولياء مثل ما قلنا هذه الاخطاء الاملائيه. الهاشتاج الثاني كان لبنان، واضح بانه كل شيء له علاقه بلبنان كان اخذ حيز واسع. اذا هذا بالنسبه لقطر. مشاهدينا واضح بان المشادات الكلاميه في برنامج حواري على قناه الام تي في اللبنانيه بين الزميل وليد عبود وضيفه تحولت الى طلب الاول من ضيفه ان يغادر الاستوديو. الفيديو مشاهدينا اخذ ترند على يوتيوب وحصد كميه كبيره من التعليقات مع او ضد ما حدث. طبعا هذه كانت يعني مجموعه كبيره من التفاصيل. خلينا نشوف الفيديو ونرجع لكم. انا بعزم انه صددت الفاظ نيبي، صددت الفاظ نيبي منا، يعني لا يجب ان توجه الى دوله عربيه. على كل حال يقول عن حزب الله أنا اكتفي بهذا القدر. على كل حال بتشكرك وبتمنى عليك ان تغادر الاستوديو لحتى نقدر نكمل هذا الحوار. ما تعلي صوتك. لحظه شوي. بتشكرك وبتمنى، لانه ما بدي ادخل معك بجد ولا بدي ادخل بين وليد عبود قديه قابض ما بسمح لك انك تقول لي قديه. لا انا بقبض، لا انا بقبض ولا غيري بيقبض. بدك تظبط كلامك وقت بتحكي معي. بتمنى عليك يعني ان تغادر الاستوديو بهدوء وان تحترم نفسك وتحترم كلماتك. وهلا عرفت بالنتيجه انك ما بتحترم حدا، حتى لا تحترم المحاور يلي بيكون عم يحتربك ويلي بيكون بالنتيجه واقف. على كل حال بطلب من مدير المسرح، حضرت مدير المسرح، بتمنى عليك لانه بالنتيجه لا يمكن ان نستكمل هذا الحوار بالطريقه يلي عم يهدد. صحتين. صحتين. احنا جايين نهدي النفوس يا جماعه، احنا جايين نهدي النفوس. صلوا على النبي. بقوه. صح ولا صح؟ صح. طبعا هو طبعا الحمد لله انه يعني ما تطورت المشاده حتى لا يضطروا يطلبوا سياره اسعاف، بس انا عندي سؤال، يعني لو كانوا طلبوا سياره اسعاف مشاهدينا، شلون كان راح يكون تعامل سائقي السيارات في الشارع مع سياره الاسعاف؟ خلينا نشوف عينه من بعض البلدان بكيفيه تواصلها مع سياره الاسعاف ان كان هذا الامر حاصل في شوارعنا العربيه. لكم الخيال، خلينا نشوف كم دوله ونرجع لكم. لطيف لطيف، يعني على الأقل المنهجية تبدلت من شخص لآخر، ولك عفوا من دولة إلى أخرى. ولكن كوكب اليابان شو رأيكم به؟ مختلف تماما. ياريت كلها فعلا مختلف. ياريت كل الدول مثل كواكب اليابان، ياريت كل الكواكب. يعني عن جد ثقافة هالبلد وتحضرهم ورائع. هاي شوفي بالنهاية المنهجية هي منهجية ثقافة عامة، بس نحن أكو عندنا الأخلاقيات، ولكن مشكلتنا بالعالم العربي أنه الممارسة لهذه الأخلاقيات يكون بها أخذ وعطاء. خلينا مشاهدين ننتقل إلى ستاتيستا وإحصاء أجري عام 2013 في ألمانيا عن استخدام التطبيقات المعنية بالصحة. خلينا نشوف هذه الصورة. الفكرة مشاهدينا بأنه أكثر التطبيقات، أنا راح أشوف بس 2 أو 3، يعني ما راح أكمل تحت لأن يعني ما كثير فعليا مهمة بحسب الإحصاء نفسه. الفكرة بأنه طبعا كان التوزيع كالتالي: الدايت أو الرجيم أو إخفاض الوزن وكل شيء له علاقة بالسعرات الحرارية أو التطبيقات المعنية بهذا الموضوع أخذت حوالي 37%، الاكسرسايز اللي هي تطبيقات التمارين أخذت 34%، التراكينج اللي هي مثل الفيتبيت وهذه فعليا
الساعات اللي تسوي عملية متابعة أو ملاحقة للشخص داخل إطار اهتمامه بالرياضة أخذت حوالي 12%. لطيف أن الأشياء اللي لها علاقة بالتدخين أو بالانقطاع أو يعني إيقاف التدخين أو بالإقلاع عن التدخين أخذت حوالي 5%. التطبيقات اللي لها علاقة بالمرأة أخذت 5% بما له علاقة بالصحة، مو التطبيقات العامة حتى نحدد كذلك هذه الأمور. أخبار الصحة كذلك نفس الشيء، واضح بأنه أي شيء له علاقة بالنوم كتطبيق الثقة بي يعني واضح معدومة صفر. فالتطبيقات اللي لها علاقة بالنوم جدا حساسة، 3 أو 4 موجودين فقط على الأب ستور وعلى الجوجل بلاي، تعتبر إلى حد كبير جيدة. هذا بالنسبة لفقرتنا لليوم، شكرا جزيلا على المتابعة، دائما تابعونا على راح تطلع ولا ما راح تطلع، صح ولا صح، هذه تقول لي من جو، أيوة طلعت ممتاز، فدائما تابعونا على حساباتنا، تواصلكم معنا يهمنا جدا، وشكرا جزيلا والله معاكم. خلصت الحلقة اليوم، ماكو مطبخ، ماكو شيء، خلاص. شكرا لك أحمد. والآن مشاهدينا إلى مطبخ صباح النور مع شيف فؤاد، وبالتأكيد ولا أشهى. صباح النور مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. هلا بدنا نحضر أنا وياكم العدس المتبل والطحينة، واللي هو طبق كتير مميز، ممكن يتقدم على الترويقة وممكن يتقدم كوجبة معه طبعا مقبل مع الغداء أو على العشاء، فهو عادة بأغلب الأحوال يتقدم على الترويقة. نوع كتير طيب وبيختلف شوي عن الحبوب اللي دايما بتقدمها على الترويقة اللي هي إن كانت الفول أو الحمص. اليوم أنا حبيت أقلبها على العدس لأنه العدس كتير مفيد وكتير طيب، والخلطة اللي حنتبل فيها وحنحطها مع العدس نكهاتها كتير طيبة ومتجانسة وبتلبق كتير مع بعضها. بداية أنا هون سلقت العدس، غسلتهم أول شيء وسلقتهم بالماء تقريبا 25 دقيقة بياخدوا بالطنجرة العادية لحتى نوصل لمرحلة إنه نلاقي حبة العدس استوت وصارت شوي عم تنهرس أكتر. هذا الشيء نحن اللي بدنا إياه. طبعا هلأ مثل ما شايفين كمان عم يمرق قدامكم المقادير على الشاشة. هلأ رح نزل بلش حضر الصلصة اللي بتتبل فيها اللي هي الطحينة، رح نزلها هون بهذا الجاط وبلش ضيف عليها أنواع العصائر. كتير ضروري طريقة تقسيم العصائر فيها أنه ما نحطهم كلهم مع بعضهم ضربة واحدة، واللي هو حتى ما نخلي الطحينة تفرط أو تشد بشكل كتير سريع. أول شيء بلش بعصير البردقان. شيف يفضل أنه العصير يكون فريش معمول بالبيت؟ طبعا يفضل يكون معصور. نعم. طبيعي لحتى نحصل على الطعمات الموجودة فيه. إذا بتلاحظي وقت بكون طبيعي بيضل فيه اللب تبعه للعصير. نعم. هذا كمان أنا ما بصفي عادة بهيدي الأشياء لحتى خليهم ظاهرة بقلبها. هلأ بلش نحركهم شوي شوي. مثل ما سبق وقلت أنه بفضل أنا ما أضيف كل أنواع الحوامض مع بعضها لحتى نضلنا عم نحصل على الصلصة تتجانس مع بعضها أسرع وأسرع. وبتزيد سكر يمكن حتى العصير يعني. صح العصير بالخلطة. لأنه إجمالا فيه السكر الطبيعي. نعم. النكهة الموجودة فيه. بس طبعا إذا بتلاحظي ما بين كمية عصير الحامض والرمان والبردقان، البردقان هو فيه تقريبا أعلى كمية سكر موجودة. نعم. بقلبه الحامض، العصير الحامض وعصير الرمان حيكسر لنا هيدا الشيء لأن كمية الحموضة فيه أقوى، فبتغطي. نعم. شوي عن طعمة الحلو الموجودة. هلأ أنا وعم بحركهم بهيدا الشكل رح ضيف رشة صغيرة من الملح وكمان ضلني عم بستمر للتحريك. طبعا هي الصلصة ما بدها تكون سميكة، بدها تكون مرقة. هلا اللي انا هون عم بعمله عم بنعمها للصلصة، بعدين بدي ضيف العصير الثاني اللي هو عصير الرمان. كمان هلا مثل ما بتعرفوا موسم الرمان، فكمان عصير الرمان طبيعي بيعطي نكهه كثير طيبه. وهلا كمان الرمان بهذا الوقت اللي نحن فيه منه لا حامض ولا حلو، بيجي يعني على النكهتين مخلوطين مع بعضهم، وهذا الشيء اللي بيعطينا ميزه لنا. اذا ملاحظين كيف صارت الصلصه عنا اياها كثير سائله، هذا الشيء اللي انا بدي اياه. هلا ما بضيف هلا عصير الحامض، هلا بدي انقل تشيل العدس من الطنجرة
هلا بدي بلش تبلهم للعدس بهيدي الصلصه اللي حضرتها. اذا ملاحظين حبوب العدس كيف طلعت، طبعا انا وقت سلقتهم رجعت صفيتهم من المي باكبر كميه ممكنه، شلتها من المي. وهلا هلا بنبلش اول شيء برشه صغيره من الحار، ما راح كتر بس هي لحتى تعطينا النكهه اللي بدنا اياها بقلبها. كمان رشه صغيره من البقدونس، ملح انا ما راح احط ملح لانه سبق وحطينا بالصلصه. بضيف دبس الرمان، هون انا ما ضفت دبس الرمان على الطحينه لانه بحال ضفنا دبس الرمان مع هذا الخليط من الحوامض رح يخلي تصير الصلصه تفرط. فانا هون عم تبل العدس اول شيء، بعدين بضيف عليه الحامض العصير والصلصه اللي حضرناها. نعم. كمان بلش قلبهم مع دبس الرمان هذا الشكل. بضيف حبوب الرمان بقلبها، كبيس الخيار فرمته ناعمين كمان بقلبها، كمان تقليب بسيط. هلا بضيف كمية عصير الحامض، بنقلبهم. هلا فينا نعتبر صار هذا الخليط متبل بالحامض ودبس الرمان. هلا بضيف عليه الطحينة والحوامض الباقية. كمان بقلب. طبعا هيدا بعد هيك شوي رح يرجع يشد مع بعضه أكثر. هلا هيك هيدا الطبق صار جاهز، أنا شوي رح أسكبه لنورجيكم بآخر الحلقة كيف طريقة تقديمه، رح أرجع لعندكم هبة وراوية وأكيد انتظروني بآخر الحلقة. أكيد بانتظارك شاف. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده باقي فقرات صباح النور، انتظرونا. صباح النور مجددا مشاهدينا، صباح النور مجددا هبة. صباح النور توني. يعني عرفنا انه الفانز عم يكتروا على الفيسبوك. الاعداد الى ازدياد. انت زعلان ولا مبسوط؟ مش عم صدق كيف اطلع معك بالحلقه، بركي بسرق فانز منك. ذكرتني بهاي اللي كانت الكاميرا الخفيه اللي بقول له انا حلم معك. ايه لما اعطيني. لا اكثر شوي طلع فيها اكثر باخذ لمعان. اولادك من الفانس تبعولك باي ذا واي؟ انا اولادي بعدهم بس كل مره بيقولوا لي ماما احنا شفناكي على التلفزيون وعملنا لك باي وانت ما عملتي. وعلى السوشيال ميديا بيدخلوا على صفحتك على الفيسبوك انستغرام. طيب هل فكرتي وهل فكرت يوما في جعل طفلك ينخرط في عمل صغير او حتى في عمل تطوعي خلال عطلته الصيفيه؟ هل جربت او جربتي استخدام أفضل الطرق العملية لتعليم طفلك قيمة الادخار في حياته؟ نعم توني، في فقرات سابقة كنا قد تطرقنا إلى أهمية تثقيف أطفالنا لأهم المفاهيم الاقتصادية كالادخار والعمل الجماعي، سواء كان ذلك من خلال الوالدين أو من خلال المناهج الدراسية. ويقول الخبراء أن الاقتصاد تربية وسلوك ومهارات، فكيف نكسب أطفالنا مهارات اقتصادية؟ يجيبنا من عمان المحلل الاقتصادي مازن إرشاد. صباح النور أستاذ مازن. صباح النور هبة وطوني وجميع المتابعين في هالفقرة، إن شاء الله تكون حلوة. توني هو بده يستحوذ على نسبة المتابعة الكبيرة وجودك. بس كنت عم أقول لهم للصبايا دايما بتسرقوا أستاذ مازن مني، اليوم حجزت المقابلة معك. أستاذ مازن، دائما ما بيركزوا الخبراء على أهمية النشاطات خارج أسوار المدرسة في تنمية مهارات الطفل، وفي عالم الاقتصاد كيف يمكن عمليا وبعيدا عن حشو المعلومات في أذهان الأطفال تحويل أهم المفاهيم الاقتصادية إلى سلوك ثابت لدى الطفل منذ الصغر؟ يعني بالتأكيد هبة، يعني احنا في فقرات سابقة تحدثنا عن الأمور المتعلقة بالأمور النظرية، أهمية تثقيف الطفل
في المدرسة في العائلة، لكن اليوم احنا بهمنا ايضا نتطرق للنواحي العملية. الطفل اذا ما تعرض للتجارب عملية منذ صغره لن يتم يعني تجذير هذه المفاهيم وتحويلها الى سلوك منتظم في شخصيته وفي سلوكه بشكل عام. وبالتالي يعني انا بشوف الأهمية العمل، يعني انه في هنالك عطلة صيفية ممكن ان تبدا العائلة من هذا الفكرة الرئيسية، انه ممكن الاستفادة انه وجود عطلة صيفية يقوم الأب او الأم بالبحث عن عمل صغير للطفل، من اجل طبعا الطفل قد يكون ما بين 10 سنين الى 16 سنة، وجود هذه الفترة واحتكاكه مع بعض الزملاء جدد في هذا العمل، قد يكون مثل سوبر ماركت صغير، بنك مثلا، أو أي شيء آخر نكون ممكن يستفيد وأن يرى كيف العمل يعمل بشكل في هذه المؤسسة أو هذا المحل التجاري وغير ذلك. طبعا هذه المهارات المتمثلة في الاعتماد على النفس، تحمل المسؤولية، الاستيقاظ صباحا بشكل يومي، أكيد رح يستفيد منها في مرحلته الحياتية المستقبلية، لأنه هذه الأمور مثل ما ذكرت يعني أمور عملية بعيدا عن مثل ما ذكرت في سؤالك الحشو عن في المعلومات في المدارس وحتى في البيت بشكل عام. وبالتالي البحث للطفل في مرحلة مبكرة من عمره عن عمل صغير يستطيع أنه يستفيد منه واكتساب مهارات عملية أكيد رح تساعده خلال ما تبقى من حياته، يعني إن شاء الله تكون حياة طويلة. طيب أستاذ مازن، هناك تربويون ينصحون الوالدين أيضا بغرس مفهوم العمل التطوعي لدى الطفل، مما يساهم في بنائه النفسي من جهة، ومما يساعده أيضا في تربية اقتصادية أو في وعي اقتصادي إلى حد ما. كيف تفسر هذا الربط بين العمل التطوعي والمفاهيم الاقتصادية لدى الأطفال؟ 100%، يعني هنالك ربط، يعني احنا بنعرف انه الاقتصاد ليس فقط مجرد ارقام يتم تطبيقها او آلة حاسبة نجمع ونطرح ونقسم، هنالك ايضا امور عملية مرتبطة بالمهارات اللي ممكن يعني نكتسبها سواء بالادخار او امور اخرى. يعني لما نتكلم عن التطوع احنا تحدثنا عن العمل، هناك عمل لكن تحصل عليه مردود مالي من قبل هذه المؤسسة لو اشتغلت في فترة زمنية قصيرة نوعا ما، لكن التطوع الحقيقة هو عمل وهو سلوك إنساني، يعني أنا بعتبره من أرقى السلوكيات المقدمة للمجتمع. إقحام الطفل في مرحلة مبكرة في عمل تطوعي وهو يعلم يعني دون أن ينتظر أنه هناك مردود مالي بنهاية المطاف، لا يوجد، احنا بنعرف عمل تطوعي هو من يقوم بالعمل من خلال تطوعه في خدمة المجتمع، في أمر أن يشارك في مركز طبي أو في أي أمر آخر. طبعا أهم المهارات أنا بشوف المهمة في اكتساب الطفل في مرحلة مبكرة هي دخوله فيما يعرف بالحس المشاركة. حس المشاركة في عمر مبكر سوف يعلمه الكثير، يعني سوف يعلمه أنه يساهم في بناء مؤسساته، يشارك في العمليات الانتخابية مثلا عندما يكبر، يساهم في اختيار رئيسه، محاسبة الأشخاص اللي ممكن يكونوا مسؤولين في حكومة دولته في المستقبل. ولذلك أنا بشوف أنه مش من محض الصدفة أنه في ألمانيا مثلا الشباب اللي بتجاوز عمرهم 15 سنة 45% من هؤلاء الشباب والشابات هم منخرطين في عمل تطوعي. وبالتالي منشوف البيانات الإحصاءات بتتحدث أنه نسبة المشاركة الألمان في يعني الانتخابات التشريعية الأخيرة اللي صارت قبل شهر 75% من أعلى النسب المتقدمة في العالم. وبالتالي أنا بشوف في ربط فيما يتعلق بعمل التطوع وإكساب مهارة المشاركة مع مجتمعه مع أفراد مع فريق الواحد فيما يتعلق ببناء الدولة في المستقبل واختيار الرؤساء أو حتى العملية الانتخابية بشكل عام. طيب وفيما يتعلق بالادخار برأيك شو هي أفضل الطرق العملية لتعليم الطفل قيمة الادخار بحياته؟ أهم عملية أنه فتح حساب بنكي له، صح أنه هو قاصر هو دون 18 سنة، لكن تخيلي لو قام الأب أو الأم بفتح حساب بنكي
ما هي القيمة اللي رح يستفيد منها والفائدة اللي رح يتعلم من وجود حساب بنكي له. يعني مثلا أنه بعد عملية فتح الحساب يستطيع الحصول على المعلومات أنه من خلالها يستطيع الوصول إلى حسابه البنكي عبر الإنترنت يوزر نيم وباسورد، ويستطيع أن يشوف حساباته، أن يقوم بإيداع مبالغ. أنا مثلا ابني على سبيل المثال، صح أنه مرات بكون عنده أرقام بسيطة، بنتكلم عن حوالي 5 دنانير أو حوالي 7 دولارات، بنكون إحنا ماشيين بمشوار في السيارة، بيوقفني بقول لي والدي أريد أن أقوم بإيداع هذا المبلغ في حسابي في البنك، يقوم بنفسه بإدخال هذا المبلغ في حسابه ويعود إلى المنزل بعد ذلك ليرى هذا المبلغ من خلال الحساب الإلكتروني تم إيداعه. طبعا هو يشعر بالسعادة بأنه الادخار ما يقوم بادخاره بشكل يومي، يتأكد من أنه قام بإيداعه ويتعلم مفاهيم أخرى، يبدأ بجمع هذه المبالغ طبعا بشكل تدريجي، ويبدأ أيضا بالتخطيط فيما يتعلق بمشروع ولو كان صغير، شراء بلاي ستيشن أو لعبة أو غير ذلك، من خلال طبعا التطبيق العملي فيما يتعلق بمفهوم الادخار. طبعا من هذا المنطلق راح يتعلم شغلات كتير مهمة، راح يعرف قيمة الادخار خصوصا مع يعني مشاهدته لمبلغه في الحساب المصرفي تبعه ينمو بشكل يعني تدريجي وبشكل سريع خلينا نقول. لكن طبعا هذه بتعلمه بتكسبه قيمة الصبر على الهدف وأهمية الادخار في حياته خصوصا في مرحلة مبكرة كما ذكرنا من عمره. نعم. طيب أستاذ مازن، يعني العالم الاقتصادي عالم معقد، بورصة، أسهم، أموال، قروض، والطفل شخصية بسيطة، مخلوق بسيط، كيف يمكن أن نزرع هذه المفاهيم الاقتصادية بطريقة مبسطة في نفوس أطفالنا؟ صحيح، يعني هي مثل ما ذكرت، هي صحيح مفاهيم قد تبدو معقدة نوعا ما لو إذا أردنا أن نعقدها على أطفالنا وعلى أبنائنا بشكل عام، لكن هي أيضا أسلوب حياة. يعني لما نتكلم عن الادخار هي فكرة بسيطة، لكن كيف نكسبها له في سن مبكرة؟ عندما نتكلم عن الموازنة بين الإيرادات والنفقات، صح ممكن نتكلم على الصعيد الدولة أن يكون هنالك نفقات وإيرادات للدولة، ولكن أيضا للعائلة هنالك نفقات وإيراد، وتتحدثنا في هذا الأمر في حلقات سابقة. هنالك أيضا للطفل ميزانية تتكون من نفقات وإيرادات، يجب أن يكون هنالك يعني وجود يكون هنالك توازن بهذه النفقات حتى ما يعرض نفسه للاستدانة من زميله في الصف أو حتى طلب من أهله مبالغ إضافية لسد نفقاته. هي أمور مفاهيم بسيطة يجب تسهيلها على الطفل، وأن يتعلم أيضا من تجارب المجتمعات الأخرى في العالم. عندما تكون كلمة اقتراض في اللغة الألمانية تعني الشعور بالذنب، يعني تخيل كلمة اقتراض باللغة الألمانية هي أن يشعر المواطن بالذنب عندما يقترض من الآخرين لأنه تجاوز إمكانياته المادية. هم يعتبرون أن هنالك خلل، هنالك عيب نوعا ما في من يقوم بالاستدانة لأنه تجاوز إمكانياته المادية وطبعا بشكل عام، وبالتالي هنالك سلوكيات في مجتمعات أخرى يجب أن نستفيد منها، حتى لأنه لا يتم كل الأمور بمحض الصدفة. التطور في مجتمعات أخرى نتيجة تثقيف أطفالهم سواء في المدارس أو حتى من خلال التطبيقات. نعم. عملية لا يأتي بشكل سهل، وإنما من خلال تطبيقات عملية وهم في سن صغير. في أي حال المحلل الاقتصادي مازن إرشيد، نحن نشكرك لأنك تبسط دائما لنا مفاهيم اقتصادية معقدة. كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم مرة أخرى. سعد صباحك. فين استدين منك مزيد من الوقت؟ أكيد لأخذك على السودان. يلا نحن نروح بخمس دقائق على السودان بتقرير. إذن إلى السودان، حيث رقصت الخرطوم طيلة 10 أيام على إيقاعات الطبول والأغاني السودانية والأفريقية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ساما للموسيقى الذي شارك فيه مغنون وموسيقيون من السودان والكاميرون وبوركينا فاسو. نتابع سويا هذا التقرير من السودان. عندما تتحدث الطبول
هذه العبارة هي عنوان مهرجان سام الموسيقي في سنته الثالثة. قدموا أغنيات وإيقاعات موسيقية مختلفة سودانية وإفريقية، خاصة من غرب القارة السمراء. جئت للمشاركة في مهرجان سامة حتى أساهم في نشر الموسيقى الإفريقية والموسيقى بشكلها العام، وجئت من بوركينا فاسو لأجل ذلك، سعيدة بهذه التجربة والظهور في الخرطوم. الموسيقيون والمغنون المشاركون ركزوا على الإيقاعات التراثية الإفريقية ومدى ارتباطها بالحياة اليومية. أنا مغنية منفردة وزرت العديد من البلدان، أريد التعبير عن حبي للموسيقى التقليدية أكثر بقنائي في المهرجان. لم ألاحظ فرقا بين الخرطوم وياوندا. نشر وترويج الموسيقى السودانية وخلق تقارب بينها وموسيقى الشعوب الإفريقية هو من أهداف مهرجان سامة. الموسيقى هي لغة للجميع، لغة متحدثة لكل الناس في العالم، أو لغة التواصل الأفضل بين الشعوب. ففي أفريقيا التداخل الثقافي كبير جدا، يكاد يكون يعني متماسك نسبيا، فعن طريق الإيقاعات برضو. فبنلقى مثلا يعني إنه في السودان، في غرب السودان، في إيقاعات مشتركة كثير في دول أفريقيا، في شرق السودان في إيقاعات. فالمزيكا دائما هي جسر التواصل الأول بين الشعوب. مهرجان سامة في كل عام يستقطب دائما الموسيقيين الشباب من السودانيين والأفارقة من أجل التجديد والإبداع وتبادل الأفكار فيما بينهم. كيف تقرير السودان؟ تقرير السودان يعني هذه الرقصات وهذا الجو السوداني الرائع. طبعا تحية لكل مشاهدينا هناك في السودان. تحية لزميلتنا كمان. أكيد سارة. سارة. والآن سننتقل إلى موضوع آخر، سأتحدث عن المناظر، الأصوات، الروائح، النكهات وملمس الأشياء المختلفة التي نختبرها كل يوم والتي نعتبرها عادية قد تسبب آلاما شديدة للأطفال المصابين بالتوحد. صحيح هبة، فيمكن أن يبدو الطفل المتوحد طويا على ذاته وغير اجتماعي، لكنه في الحقيقة يحاول الدفاع عن نفسه وعن حواسه. الطفل المتوحد والحواس موضوعنا التالي مع الاختصاصية في علم النفس المدرسي ومعالجة نفس الحركة نفس حركة كارول لحوت في فقرة استشارة. صباح النور وأهلا بك. يعني معروف أنه الحواس مهم جدا لنشعر ونتواصل مع كل ما يدور حولنا. بماذا يختلف المتوحد، الطفل المتوحد، عن غيره من ناحية الحواس؟ بالحقيقة ما في اختلاف على الناحية البيولوجية بشق الحواس، كلنا بنشعر بنفس الطريقة. الاختلاف هو بيصير على مستوى الإدراك، تحليل الحاسة. يعني احنا لما بنشوف ضوء ما بيزعجنا، الطفل المتوحد ممكن الضوء يكون بيزعجه، يعني هو تحليل الحاسة أكثر، وهذا الشيء ما بيتعلق بحاسة واحدة، بالحواس الخمس كلهم. يعني ما في اختلاف بيولوجي. نعم. كلنا بنتعاطى مع حواسنا بنفس الطريقة، بس اللي ممكن لقلنا ما يشكل أي إزعاج ممكن للطفل المتوحد يشكله إزعاج أكثر، توصل لحالة ألم بيولوجي. طيب عم بيشكله إزعاج أكثر لأنه عنده هالحاسة أقوى؟ يعني مرات بتحسي انه اذا بيسمع مثل ما عم تقولي صوت اعلى عالي او عادي بتحسي انه ما بيتقبله ابدا، بوقت انه انت طبيعيا فيك انه تتقبلي. مثلا عنده ممكن انها تكون حاسه الشم اقوى من اللمس او حاسه النظر اقوى من شيء ثاني.
هي منهم الحواس ما بتكون أقوى، هو عدم قدرته أنه يعمل مثل تنقية للحواس اللي عم يسمعها. نحن هلأ إذا منركز فيك تسمعي أصوات غير صوتي لما عم بحكيك، بتصير تسمعي أصوات تانية، بس لأنه نحن قادرين نفصل، قادرين نركز على هيدي الحاسة ما بيشكلوا لنا إزعاج. الطفل المتوحد ممكن يكون بالصف بيسمع صوت الباب من تاني صف بيزعجه، بيكون عنده، فإذا هو قدرته أنه يسمع كل يعني القدرة بتكون شوي أوسع على... ما بيقدر يركز عليهم. كرمال هيك نحن بننصح لما نكون عم نشتغل مع ولد متوحد أنه نحدد قد ما فينا المحفزات الحسية، المحفزات السمعية البصرية أتسترى. هذه المحفزات لا شك بأنه هنالك تجارب أو تست يعني أو يمكن فحوصات ربما جسدية أو حتى فيزيولوجية بتقوموا فيها لا تعرفي إذ هذا الشخص شو هي هذه التجارب. هلا بالحقيقة هو بتعرفي ما في حالة معينة للطفل المتوحد، الأطفال المتوحدين بيختلفوا بين بعض، فإذا عندك الطفل يلي بيكون أكثر مرتبط بحاسة الذوق، الطفل اللي مرتبط أكثر بحاسة اللمس، أنا قصدي في معايير معينة بترصدوا من خلال حالة من خلال المشاهدة. يعني أكثر التقويمات اللي بنقوم فيها مع الأطفال المتوحدين هي عبارة عن مشاهدة لسلوكه، لأنه ما فيك تربطي سلوك الطفل المتوحد بتست معين أو محطوط ستاندردز عليه، فإذا أنت بحاجة تشاهدي وتراقبي وتحللي هالسلوك يعني من خلال التحليل، وهون أكيد بياخد وقت أكثر ما تكوني عم تشتغلي مع شخص غير متوحد، بياخد وقت أكتر. كمان هيك مبنية على المشاهدة. نعم. فيك تلاحظ يمكن ولد هو بحاجة على طول يمسك دينته ويعمل هيك، بيرد كل الأشياء على تمه، يمكن بيقرب وبيشمك أو بيشم الأشياء، فإذا من خلال المشاهدة بتلاحظ أي حاسة هي بتكون أكتر يعني بتكون عنده حساسية مفرط عليها. نعم. طيب الطفل المتوحد من خلال حواسه بيقدر انه يدرك المحل اللي هو موجود فيه؟ اكيد. هلا نحن كلنا كاشخاص بفتره الطفوله المبكره نحن بنكتشف المكان وبنكتشف الاشخاص من خلال حواسنا، من خلال السمع، البصر، اللمس اتسترا، هول كلهم نحن كاطفال بالطفوله المبكره. الطفل المتوحد كمان بيقدر يعني بيصير في عنده مثل مكان الامن تبعه من خلال حواسه. كمان هيك بتشوفي مثلا الطفل اذا بتلبسيه ثياب جديد ومنه معود عليه هيدا الشيء بيشكل له صدمة، إذا بتغيري شيء بأثاث المنزل كمان هيدا الشيء بيعمل بيشكل له صدمة وبيخليه يعمل نوع من ردود فعل أوقات بتكون كتير كبيرة أو كتير سلبية. نعم. فإذا هو مرتبط بالعالم من خلال حواسه، لأنه القدرة على التواصل عنده منا كتير مركزة، كان تواصل لغوي أو تواصل ما بيقدر غير لغوي. صحيح. طيب هذا المكان الآمن الذي تحدثت عنه لابد أنه يكون مريح، يعني صحيح. عم نحكي هون عن المعايير أو حتى الأمور المريحة بالنسبة للشخص المتوحد، شو ما كانت هذه الأمور التي بيعاني منها، كان سمعية أو بصرية، يعني عم نحكي عن الإضاءة الخفيفة، شو الجو المناسب لإله؟ هيدا كمان بيعتمد على الحاسة اللي نحن منلاقيها عنده فرط حساسية لإلها. إذا الولد بينزعج من الإضاءة بنخفف الضوء، إذا بينزعج من الأصوات بنجرب قد ما فينا يكون الأصوات اللي عم تسمع اللي يسمعها أصوات خفيفة، بس هيدا ما بيعني إنه نحن نعزل الطفل أو ما نحطه هو أساسا عنده توحد، فأنا بدي خليه يتواصل أكثر. صحيح 100%. تما أنا زيد على هيدا حالة الانعزال وحالة الانطواء على نفسه، بجرب قد ما فيه شوي فوت الأشياء اللي هي أكثر بتساعده انه يتواصل مع التانيين. يعني اذا الضوء شوي بيزعجه ما بروح على الاضاءه الخفيفه بشكل مفرط، بجرب قد ما فيه يكون في يعني عدل بالاشياء. وكمان كثير اساسي نحن لما بدنا نفوت شيء جديد للولد نجرب قد ما فينا نحافظ على الاشياء الثابته. يعني اذا انا اليوم بدي اشتغل معه على نوع ملمس جديد، اذا هو منه معود على الملمس الخشن بامن اشياء ثانيه هو بيرتاح فيها، اضاءه خفيفه، اصوات منا عاليه، كرمال اقدر اعرفه على حاسه جديده، ما في اعرفه على حواس كلها مع بعض جديده بنفس الوقت. نعم، طيب كيف نقدر نشتغل على تكامل الحسي للطفل المتوحد؟ مثل كان عم نشتغل مع طفل خلقان جديد، يعني مثل ما بتحفزي الحواس عند طفل خلقان جديد هيك تشتغلي مع الطفل المتوحد. بس عند الطفل المتوحد بتاخذي اكثر بعين الاعتبار ردود فعله، اذا انزعج ما بتجبره،
يعني ما بتكفي بالنشاط، لأنه هذا الشيء ممكن يعمل ردود فعل سلبية، ممكن يصير في عنا رفض مطلق لهيدا التحفيز اللي عم نعمله. فإذا منفوت بطريقة متدرجة ولكن منحفز الحواس كلها. نعم. طيب بينصح كثير من علماء النفس بإدخال الموسيقى والرسم للعلاج، لأنه عم نشتغل على المشاعر والأحساس وعلى زيادة التواصل مع العالم الخارجي. قد بتنصحي بهذه الطريقة؟ أكيد، لأنه الطفل يعني هي نشاطات بالآخر. 100%. الطفل المتوحد بحاجة يخلق علاقة مع الشخص الثاني. الموسيقى، الرسم، في العلاج بالحيوانات كمان، هذا الشيء بيخلي الطفل ينسج علاقة مع شخص بلا ما يكون بحاجة يحكي أو يتواصل لغويا أو غير لغويا بطريقة التعبير الجسدي. كل أنواع العلاجات اللي بتخلي الطفل المتوحد يفوت بعلاقة مع التنين هي كتير محببة حاليا. نعم. وعم تعطي نتائج كتير منيحة لأطفال متوحدين. بالحديث عن النتائج، دايما هيك بنلاقي أنه النتائج مع الطفل المتوحد يمكن بطيئة وبدها هيك نفس طويل. قد ايه نسبة انه تحسن الحالات اللي موجود عندها توحد؟ وكمان بمحل تاني انه التحسن للاطفال اللي عندهم طيف توحد، لانه انا بعرف انه في طيف توحد كمان مش توحد كامل، فاللي كمان عندهم طيف توحد هل ممكن يتحسنوا كليا ويصيروا طبيعيين 100% او لا؟ هلا معيار الطبيعي هو معيار، يعني ما في شيء بيقولوا انه احنا طبيعي. مين بيقولوا انه احنا طبيعي؟ لا انا عم بحكي طبيعي بحواسه الاكثر. هي نعم. الطبيعي لانه كلنا هيك نحن. نعم. كأكثرية نحن هيك. هلا الشخص اللي عنده طيف توحدي او اوتستيك بنلحظ اكثر التطور، بنلحظه بطريقه ملموسه اكثر. نعم. عند الطفل اللي عنده توحد اكيد بدها طوله بال، بدها علاج، بدها انواع علاجات مختلفه، بدها علاج نطق، علاج نفسي حركي، علاج نفس، بدنا علاج للعائله. فاذا هي اكثر بيصير بدها طولة بال وبدها وقت كتير أكتر. يعني منلاحظ الفروقات، بس لازم نحنا كمان نكون واعيين إنه هالفروقات هي صغيرة، بس قد ما كانت صغيرة لقلنا هي بالنسبة للطفل المتوحد هي شوط كتير كبير قطعه. يعني ما فينا نعطي وقت معين، لأنه كل طفل بيتجاوب بطريقة، كل طفل حسب المحيط اللي هو عايش فيه. هو كله قائم، يعني كل حديثنا بعتبر إنه قائم على الأهل، لأنه هن اللي بيلاحظوا إذا المتوحد عنده مشكلة بالحواس ولا لا. صحيح 100%. هن الأهل وهن الأشخاص بالمدرسة، لأنه في حواس أوقات بالبيت ما كتير منحسها. يعني لما بيكون ولد عايش لوحده بالبيت، طفل وحيد، يمكن ما ينزعج من الضجة لأنه ما في أشخاص غيره بالبيت، في هو أمه وبيه. بس لما منروح على المدرسة أو على دور الحضانة، هون بيصير في أكتر التعاطي مع الآخرين. يمكن ما بينزعج من لمس أمه، بس بينزعج من لمس الآخرين. نعم. فإذا كمان هي الأهل والمحيط، نحن كتير من نعطي أهمية للمحيط اللي بيكون عايش فيه. نعم. الطفل. يعني الاختصاصية بعلم النفس المدرسي ومعالجة نفس حركة كارول لحوت، شكرا كتير على المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها. شكرا. والآن للمحطة الأخيرة. صحيح، إلى الشيف فؤاد وولاء شهاب. عن جد شيف فؤاد، عن جد شيف فؤاد، يعني فؤادي. القدرة على طبخ ثلاث أطباق بالوقت نفسه بدون ما يفقد تركيزه. وفي ناس سلطة خيار مضطرة تسكر تليفونها إذا بدها تنجزها. ما بنقصد حدا، بس لغة الجسد بتقول لما الوحدة تظبط شعراتها هيك بتحس بإحراج. فإذا نخبرنا شو المحصلة اليوم. مثل ما شايفين هلأ المدردرة اللي هي الحمص والفول مع اللحمة، إذا ملاحظين كيف صارت، هذا الشيء اللي نحن عم نقصده بمعنى مدردرة اللي هو الرز منه كامش. نعم. على بعضه دردرة، يعني قلت لي مهرهرة. مهرهرة بس إذا مهرهرة وبتعطي هالقد حديد، معقول؟ شو لك أنت؟ جنب المدردرة لبن مع خيار. مع خيار. أوه، رائع. هيدي الوصفة من راوية. قادرة عليها راوية. طبعا هلا بدي أقول لك شيف وبدي أقول لك توني إنه أنا المدردرة هي أطيب أكلة عندي، يعني المفضلة عندي بكل الأكل، ولكن بتختلف عرفت بين الجنوب وبعض المناطق. صح. في هن بيزيدوا لها بصل وبتكون رخوة أكتر. صح. فطلع المدردرة غير المجدرة. صح؟ صح، مزبوط. مزبوط. حتى في مطارح مناطق بلبنان بيعملوا المدردرة بالبرغل مش بالرز. صحيح. فكمان هذا الشيء هيك بيعمل لغة. اليوم عندنا فول أخضر، هبة بتحب الفول الأخضر؟ لا لا.
لا أبدا اليوم مش رح تحبي مع الفول بالأكل. اليوم رح تحبي. أنا بنصحك تدوقيها اليوم مجبورة تحبيه. بعد عنا دقيقة إلى جانب المدردرة بالفول الأخضر إلا في عنا خيار ولبن. خيار ولبن وحضرنا العدس بطحينة اللي هو فينا مثل ما سبق وقلت إنه فينا نقدمه كترويقة بتقدم مع الخضرة يعني كأنه كيف بناكل الفول أو الحمص بس عملناه بالعدس كمان كتير طيبة والعدس كتير صحي كمان العدس بيعطي حديد صحيح. أنا بهذا الوقت على عم بسكب الطبق بهالوقت بينما يتحضر الجميع للهجوم على المطبخ من أجل التذوق نذهب نحن إلى فصل أخير نعود بعده إنما من لندن وآخر ومضات صباح النور. وبين العدس والمدردرة واللبن صباحنا حديد بحديد حديد بحديد وحرير بحرير إذن مشاهدينا لقائنا بكم يتجدد غدا في الموعد نفسه مع باقة من المواضيع الجديدة والمتنوعة. بدنا نقول شكرا للشيف فؤاد على الأطباق المغذية جدا ونقول صباح النور لزميلينا أحمد ونادين. ماذا لديكما اليوم من فقرات؟ أحمد ونادين أحمد رجع من تركيا أنتوا عرفتوا خبرناه يعني سلطان أحمد باشا صباح النور أحمد صباح النور نادين صباح الخير صباح النور صباح النور هبة وراوية وتوني وصباح النور للشيف فؤاد على حديد اليوم شكرا لكل زملائنا حديد نحن عندنا فيتامين احنا عندنا فيتامين بس ما عندنا مثل حديدهم بس الفيتامين ما تستهون فيه أحمد اكيد طبعا صباح النور صباح الانوار كيفك تمام انت كيفك الحمد لله طيب صباح النور مشاهدينا مشاهدي التلفزيون العربي واهلا بكم في ساعه جديده من برنامج صباح النور من لندن والشكر موصول لجميع زملائنا في بيروت بالتاكيد اذا مرحبا بكم مشاهدينا السياحه المسؤوله مصطلح جديد انتشر في الاونه الاخيره ويروج لاهميه احترام البيئه والثقافه المستضيفه ليشكل احد ركائز السياحه الداعمه للتنميه المستدامه اليوم يعني نادين نحاول تسليط الضوء على مدى إمكانية استغلال هذا المفهوم في بلداننا العربية وما إذا كان هناك مستقبل فعلي للسياحة المسؤولة فيها كما نتوجه إلى الدوحة أحمد حيث يستضيف معرض قطر للضيافة في دورته الثالثة 144 مشاركا من 17 دولة وأيضا فقراتنا عديدة سنتابع فعاليات حفل موسيقي عربي في لندن ولمعرفة المزيد تابعوا فقرتنا الأخيرة وبالتأكيد ندعوكم مشاهدينا لمشاركتنا آراءكم عبر صفحة التلفزيون العربي الترفيهي على فيسبوك وأيضا أحمد على منصتينا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام نستهل برنامجنا بأبرز عناوين الأخبار التي تصدرت أحداث اليوم مع الزميلة رانيا دريدي صباح النور صباح النور صباح الخير أحمد ونادين وإليكم أبرز عناوين الأخبار ترامب يعلن تأييده لحملة الاعتقالات في السعودية ويقول أن المعتقلين كانوا سيستنزفون بلدهم لسنوات السعودية تعلن الحرب على الحكومة اللبنانية والرياض يعيب على حكومة الحريري فشلها في التحرك ضد حزب الله والسيسي يقول في مقابلة إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منها 4 أعوام والمزيد من الأخبار بعد نصف ساعة من الآن شكرا لرانيا ومن الأخبار نادين ننتقل إلى الزميل إقبال التيلي لإطلاعنا على أهم عناوين الصحف البريطانية الصادرة اليوم صباح النور نادين وأحمد صباح النور مشاهدينا الصحف البريطانية اليوم مهتمة بالشأن الداخلي أكثر من أي موضوع آخر
البداية بصحيفة الجارديان البريطانية، وهي عضو في مجموعة وسائل الإعلام التي تدقق فيما أصبح يعرف الآن بأوراق الجنة أو Paradise Papers. تكشف هذه الصحيفة عن تورط بطل الفورمولا واحد والذي احتفت به كل الصحف البريطانية منذ أسبوع بعد فوزه بلقب رابع في سباق الفورمولا واحد. تكشف عن تورطه في تهرب ضريبي في صفقة طائرته الخاصة، هذا التهرب تبلغ قيمته 4 مليون جنيه استرليني. الصحيفة تعنون كذلك عن تداعيات الفضيحة الجنسية التي تعصف بالحكومة وبكل الطبقة السياسية عموما. صحيفة اليمين الديلي تيليغراف المقربة من الحكومة مهتمة بشأن آخر، إذ أنها تنقل عن تحذيرات واشنطن للندن بعدم ترك بروكسل تفرض شروطها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. جاء هذا بعد حوار أجرته الصحيفة صحيفة الديلي تيليغراف مع وزير التجارة الأمريكي فيبور روس. أما التايمز تفرز حيزا هاما لفضيحة أوراق الجنة Paradise Papers وتضع صورة لبطل الفورمولا واحد لويس هاملتون على المونشيت، لكنها تتحدث كذلك عن ضلوع شركات عملاقة كأبل ونايك في التهرب الضريبي. صحيفة الفاينانشال تايمز الصحيفة الوردية تعنون عن الارتفاع القياسي لأسعار النفط العالمية التي وصلت إلى 64 دولارا بعدما جد أخيرا في السعودية مؤخرا من اعتقالات طالت رجال أعمال ووزراء حاليين وسابقين وأمراء. وننهي بالديلي الإكسبرس المقربة من اليمين المتطرف، إذ أنها تتحدث عن فضيحة تتعلق بالمساعدات الخارجية للمملكة المتحدة وتندد بالتعتيم الحكومي على أين تصرف هذه الأموال حسب تعبيرها. كذلك في جهة أخرى تعجب كيف طلب زعيم المعارضة جيريمي كوربن من الملكة إليزابيث الثانية الاعتذار بعد أن كشفت تسريبات أوراق الجنة كيف تتهرب من الضرائب بعدما أودعت أكثر من 7 مليون جنيه في ملاذات ضريبية. هذه كانت أبرز عناوين الصحافة البريطانية هذا الصباح. عودة إليكما نادين وأحمد. شكرا لك إقبال، والآن ننتقل إلى نقاشنا لليوم للتعرف أكثر إلى مقومات السياحة المسؤولة. تهرب ضريبي. السياحة المسؤولة تعتمد على مبدأ خدمة التنمية المحلية حفاظا على بيئة واقتصاد البلد الذي تتم زيارته لبناء علاقة مع السكان المحليين بعيدا عن البعد المادي الذي يميز السياحة الاستهلاكية. إذن هي سياحة تهدف لاحترام خصوصيات المكان والاقتراب من عادات أهله ومشاطرة تقاليدهم. صحيح نادين، وبلدان عربية كثيرة في المغرب قطعت يعني شوطا كبيرا في هذا المجال، وقرر بعض الناشطين إلى التفكير في نوع جديد من هذه السياحة يلتقي مع السياحة التقليدية المتعارف عليها ويفتح المجال لاستغلال الموروث الحضاري والجيولوجي وحتى الثقافي للبلد في إيجاد مقومات لسياحة لا تقوم على ثقافة الاستهلاك كما ذكرت نادين، بل على نسج علاقات أكثر إنسانية مع زوار من مناطق شتى من العالم. بين أحضان الجبال الشامخة يتربع قصر الزيت السياحي هنا في منطقة الفحص بولاية زغوان التونسية. اسم القصر مستوحى من أشجار الزيتون المترامية على أطرافه. مشاهد طبيعية تشي بالهدوء الذي يجذب الكثير من العائلات التونسية لقضاء نهاية أسبوع مريحة في مكان يحرص القائمون عليه على تقديم خدمات سياحية تتماشى مع قيم المحافظة على البيئة والهوية الثقافية. الفرق بين معناتها الأوتيل والميزودات هي والسياحة معناتها في الزوتيل فرق كبير، معناتها ثم الناس تحب تشوف الطبيعة معناتها توسكي ناتوريل معناتها فهمني، حتى من الماكلة يقول لك ديفيرون على الماكلة الأوروبية، يعني في الوتلة طويلة السياحية في الزوتيل مال من الماكلة، احنا الماكلة متاعنا الطبيعية كلها بيو. تدور عجلة الزمن هنا على صوت خليل المياه ورائحة الأعشاب الجبلية الصحية. إنها السياحة الأيكولوجية أو البيئية تشعر الزائر بالراحة النفسية بعيدا عن صخب المدن. رمزي ساسي يأتي دائما إلى قصر الزيت السياحي للاستمتاع بجمال الطبيعة وبساطة الحياة الريفية. قصر الزيت مش أول مرة نجي طبعا عندي 3 سنين من اللي اكتشفته، وكل عام نجي برسك في نفس الفترة ديما بين الخريف والشتاء. كما تشوف واحد ما يستحقش باش يبرر معناتها وجوده لهنا كي تغزر البركة، خضار
جبل شجر داير بيك من كل شيرة ما فماش حس. يسارع هذا الفضاء السياحي من أجل البقاء بعد أن أغلق أبوابه قبل سنوات بسبب نقص الأمكانات المادية وغياب الدعم. اليوم بعد أن تعافت السياحة التونسية من أزمتها صار الفضاء يحظى بإقبال كبير من العائلات التونسية والسياح. جل النزلاء يدفعهم الفضول لأول مرة لاكتشاف هذا النوع الجديد من السياحة، لكنهم غالبا ما يعودون بسبب إعجابهم بالخدمات التقليدية وسحر المكان الجبلي خاصة. وجه آخر للسياحة في تونس، سياحة بديلة تراهن على منافسة السياحة الشاطئية والفندقية عبر منتوج تقليدي مختلف في هذه الأماكن الطبيعية التي باتت تستقطب كثيرا من السياح. وسام الدعاسي، التلفزيون العربي، تونس. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مهدي الباهي، مدون في مجال السياحة ورئيس جمعية التونسيين في بريطانيا. أهلا بك. صباح النور. صباح النور. صباح الورد والياسمين كما نقول احنا في تونس. صباحكم منور إن شاء الله. أهلا فيك. يعني هذا الـ ممكن نقول أنه يعني الكلمة الجديدة، أو هي ليست الجديدة، قديمة، بين السياحة المسؤولة والسياحة المستدامة. يعني ما هو في البداية تعريف هذه السياحة؟ هي سياحة يعني موجهة أول شيء للاقتصاد، لاقتصاد البلد اللي بشي تزوره العباد. كما نحن نعرفه توا فما شركات عالمية عديدة هي اللي مسيطرة على السياحة في العالم. صحيح. والربح يكون عندها هي أكثر. الشركات هذه يعني موجودة في أوروبا مثلا، يعني الربح يكون لها هي أكثر. السياحة الجديدة كوني السكان في المناطق السياحية أو في البلد اللي يزوروه السياح هما يكونوا مستنفعين يعني من الدخل السياحي أكثر. نعطي مثال يعني في النزل، كوني النزل تشري أثاث، تأثث النزل بأثاث يكون مصنوع من البلد هذاك. يعني المشروبات والأكل يكون كله من البلد. في نفس الوقت تكون هي سياحة تحافظ على البيئة في نفس الوقت. يعني نعطي أنا مثال، في نحن نعيش في بريطانيا لهنا، تشوفوا كونوا البريطانيين تو يحبوا ديما يشريوا سيارة تكون CO2 emission أقل، محافظة على البيئة. صحيح. ثاني أكسيد الكربون طبعا. يعني فما نزول كما نقولوا نزول في تونس، تكون الطاقة متاحة مستنجة من الطاقة الشمسية 100%، ماهيش يعني باختصار هو الاعتماد على كل مكونات البلد الذي يستقبل السياح، من إن كان الفنادق أو حتى الاستخدام الأثاث كما تحدث، الأغذية والأطعمة، طب مهدي، المس بالبيئة. نعم. أين تكمن الهوة الأساسية بين المجتمعات الغربية والمجتمعات العربية، يعني خاصة في ظل الفوضى العارمة التي تنتشر في معظم الدول العربية والتي تؤثر لا شك على السياحة المحلية؟ يعني إن كان المثال ناجح ربما في بعض المناطق العربية، ليس الوضع يعني مماثل في الكثير من المناطق الأخرى. كما نعرف السياحة هو قطاع حساس، وحساس جدا، يلزم يكون أول شيء وأهم شيء في القطاع السياحي هو الأمن. يلزم تكون البلدان آمنة باش نجموا نستقبل السياح. للأسف نحن في البلدان العربية أمنيا ماناش يعني آمنين كما البلدان الأخرى، كما جنوب أوروبا. هل هي فقط مسألة أمنية أم أيضا تربوية ربما؟ مسألة تربوية وثقافية صح، ولكن نشوف ونعطي مثال المغرب، مثال في تونس السياحة يعني متحسنة. البارح نقرأ في تقرير من WTM من المعرض العالمي للسياحة كونه إن شاء الله في سنة 2018 20% من السياح البريطانيين بيزوروا تونس. يعني هذا الآن قالت وزارة السياحة التونسية. قاعدين يعني فما بلدان عربية قاعدة تشتغل على السياحة، ولكن للأسف فما بلدان ما نجموش. تعقيبا على هذا السؤال حتى اللي ذكرته نادين وأنت يعني تجاوبا، لماذا يعني لا نستفيد في الدول العربية من التجارب الموجودة، حتى إن كانت التجارب الموجودة في المغرب أو تونس أو حتى الدول المجاورة كتركيا أو حتى إسبانيا، هي دول ليست بعيدة جدا، لماذا لا نستفيد من هذه التجارب ونحن يعني في بلداننا نملك
من مقومات السياحة الكثير. نحن كي نقولوا نتعلموا من عندهم، كي نجي نشوفوا الأتراك تعلموا السياحة من تونس في السبعينيات، وقت اللي في تونس كانت فما السياحة في الستينيات والسبعينيات ما فماش، كما كانتش فما السياحة في تركيا. المشكل كونه نحن في البلدان العربية، ونذكر منهم مثال في تونس، كوننا ما طورناش القطاع السياحي، قعدنا في السياحة الشاطئية، يعني كما نقولوا نحن جمل وبحر وفقط مطاعم. يلزم نطوره. والموضوع اللي انتم تحكيوا عليه على السياحة المسؤولة مهم جدا، وينجم يستقطب عدد كبير ياسر من السياح في المستقبل، خاطر نعيش في عالم توا. نعطيك مثال، أنا نمشي لبلاصة في تونس كل سنة نمشي لها نشوف البحر قدم متر ولا مترين، يعني يلزمنا نحافظوا على التأثيرات البيئية كبيرة. تأثيرات بيئية صح. طب حسب ما فهمت منك، يعني السياحة المسؤولة تعتمد على الأفراد، ربما الأفراد المتوجهين إلى الوجهة السياحية وكذلك القاطنين في هذه المنطقة، ولكن مع غياب دور يعني المسؤولين الوزارات المعنية وزارات السياحة، هل يمكن للأفراد وحدهم أن يدفعوا بهذا القطاع؟ نحاولوا إن شاء الله نحن كما ندفعوا في برشا نزل، كما نقولوا في تونس باش أولا يستعملوا الطاقة الشمسية، باش يبعدوا على الطاقة الكهربائية، كونوا الوكالات الأصفار في عوض. نعطي أنا مثال، كي تمشي أنت لتونس سائح تلقى المرشد السياحي من بريطانيا أنجليزي، هو اللي يطلع معك في الحفلة، هو اللي يرشدك ويقول لك من المستحسن نستعملوا إنسان تونسي، خاطر انا البريطانيين يمشي ابناء البلد، البريطانيين يحبوا يمشيوا، ولا الاوروبيين بصفه عامه يحبوا يمشيوا البلاد، يحبوا يعيشوا مع الكوميونيتي ويزوروا العباد. نبعدوا على هالشركات الضخمه اللي عندها قوه، هي قوه ماليه يعني، وهي اللي قاعده مستعمرتنا كما نقولوا سياحيا. لازمنا نبعدوا شويه ونتوجهوا للسياحه المسؤوله. طيب الخضراء، يعني كيف ممكن اليوم يعني تاجر بسيط او صاحب محل بسيط ان يحاول كما ذكرت جذب موضوع السياحه الاستفاده او حتى الاستفاده ماليا من الشركات الكبيره اليوم التي تاخذ الحصه الكبيره من كل شيء، كيف يمكن لهذه الافراد ان ينافس في هذا الموضوع؟ يلزم تكون سياسة البعد عن السياحة، كما فما السياحة يسميها السياحة الأول إنكلوزيف الباكيج، يعني نشوفوا نحن توا نجم نمشي في شوارع لندن ونقصوا هوتيل مع الفلايت وتقعد في نزل وتاكل وتشرب. صحيح. أول إنكلوزيف. صحيح. يعني كي تمشي أنت أول إنكلوزيف صعب أو أنك تخرج المطاعم تزور القرى المجاورة تاكل يعني تدور، تبدأ في نزل يعطيك الشرب يعطيك الأكل يعطيك الانترتينمنت، يعني تعيش في نزل من المطار للنزل من النزل للمطار. هذا يحتاج توعية وثقافة كبيرة. صح. هذا شنو لازمنا نبعدوا عليه. أنا زرت اليونان، في اليونان فما بعض الجزر اللي يمنعوا منعا باتا كون تكون نزل all inclusive، وتشوف كان الحركية كي تخرج في الليل مع الساعة 7 و8 تشوف فما حركية في البلاد لتنشيط الحركة داخل المدينة، ليس فقط لتنشيط الفنادق الكبيرة. صح. طب مهدي، حضرتك تشارك في المؤتمر العالمي للسياحة الذي يعقد اليوم في بريطانيا، خبرنا أكثر عنه، وأي قنوات يعني تواصل سياحية معرفية مع الوطن العربي بشكل عام يتم مدها؟ أنا ما مشيتش توا، أنا إن شاء الله من هنا من الأستوديو باش نمشي مشان هيك صحينا استضفناك يعني في الوقت المناسب. باش نمشي إن شاء الله، أول حاجة باش نزور الستاند يعني الركن بتاع تونس إن شاء الله، نشوف شنو هو موجود، مع أني معني مغروم بالسياحة، إن شاء الله باش نزور البلدان العربية ونشوف البلدان الأخرى. أنا نتمنى كونه أنا عندي أمنية كوني تكون فما سياحة عربية، كيفاش نقول سياحة عربية بالأخص السياحة البعيدة من الولايات المتحدة الأمريكية من كندا من اليابان، كوني تكون رحلات تكون زيارة 3 أيام مصر 3 أيام المغرب 3 أيام تونس، تكون يعني هذا بحاجة إلى تنظيم يعني. بس ما الهدف من هذا المعرض المؤتمر العالمي، يعني ما الهدف منه؟
تركيز الضوء على يعني مناطق سياحية معينة أم التعاون أم المشاركة؟ الهدف نتاع المعرض أول شيء للتعارف، يعني فما عنا أصحاب نزل تونسيين في المعرض، عنا أصحاب وكالات أصفار زادة في المعرض، يعني تونسيين وغير تونسيين. تونسي صح تونسيين وغير تونسيين، هم العالم يجي الكل، وكالات أصفار عالمية، أصحاب أعمال، أصحاب عباد تحب تستثمر في القطاع السياحي، وتكون هي يعني فرصة للتعارف وللتعاون ما بين وللسماح للقطاع يعني القطاع التجاري البسيط أو حتى لضمان للمحلي يعني منافسة القطاع الكبير، وحتى تنشيط يعني التجارة الصغيرة خلينا نقول، وضمان سياحة أفضل يمكن حتى لأهل البلد، لأهل المدينة، نعم. لأهل القرية. على كل شكرا جزيلا لكم، موفق في المؤتمر. عايش شكرا جزيلا الشكر لك إيثان مهدي الباهي، مدون في المجال السياحي ورئيس جمعية التونسيين في بريطانيا. إذن نذهب إلى موضوع آخر مشاهدينا، حيث تستضيف دولة قطر النسخة الثالثة لمعرض قطر للضيافة في الفترة الممتدة بين 7 و 8 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعد قطاع الضيافة واحدا من القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويتوقع أن يسجل هذا القطاع عائدات بقيمة 1.6 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. سياحة كمان. أهلا بك نادين، أهلا بك أحمد. نحن الآن في معرض قطر للضيافة الذي يستضيف هذا العام أكثر من 150 عارضا من نحو 16 دولة. الحقيقة هناك عدد كبير من الأماكن التي بدأت بتفعيل موجوداتها وتهتم تحديدا بثلاث قطاعات، هي قطاعات الفندقة، قطاع المطاعم، وقطاع الكافيه. أيضا هناك عدد من الدول المشاركة مثل باكستان، إيران، لبنان، اليونان، إسبانيا، والهند أيضا، وهناك عدد كبير من العارضين. المعرض حتى الآن معرض قطر للضيافة لم يفتتح افتتاحا رسميا، ولكنه بدأ ينشط اليوم مساء سيفتتح، وهو يؤثر في قطاع حيوي جدا في قطر، حيث أن قطر تنهض بشكل كبير في مجال الفندقة وفي مجال السياحة وفي عدد من المجالات التي يخدمها هذا المعرض. المعرض هناك عدد من العارضين يعرضون منتجات المطابخ، كيف يمكن أن يكون المطبخ موجود فيه كل أدوات المطبخ والأدوات الجديدة والاختراعات الجديدة التي تسهل على الطهاة وعلى الطابخين أن يقدموا شيئا محترفا لزبائنهم. أيضا يقدم عدد كبير من الأغذية الجاهزة للمطاعم والأغذية التي يستعملها أهل المطاعم للخروج بمذاقات مميزة. نحن الآن هنا في قسم الطبخ المباشر، هذا القسم الذي كل عام ينظم مسابقة لعدد كبير من الطهاة هنا من قطر ومن خارج قطر للتنافس حول إعداد عدد كبير من الوجبات أمام الجمهور بشكل حي، ولكنه يتعمد الطباخين والطهاة الذين يشاركون، ويكون هناك لجان تحكيم. لمزيد من المعلومات ينضم إلي هنا الطاهي أو الشيف جوزيف يمين. جوزيف أهلا بك، أنت من جمعية أو من تجمع طهاة قطر المحترفون، تخبرنا أكثر عن هذا المكان الذي يتم الطبخ فيه ويتم عمل الوجبات فيه بشكل مباشر. أول شيء مرحب فيكم تلفزيون العربي بسالون كورينير. السالون كورينير هو بارت من الهوسبيتاليتي قطر اللي هي معرض ضيافة قطر. بهذا السالون كورينير نحن بننظم 27 مسابقة للطهي. هالسنة 2017 في عنا أكثر من 268 شيف مشاركين بهودي الفئات. الفئات بتضمن أنواع عديدة، منها أفضل قالب عرس، أفضل مسابقة للأكل القطري، مسابقة أفضل حلو قطري،
مسابقات طهي المباشر مثل ما تفضلت وحكيت، اللي هن أربع أنواع منها بتتضمن السمك والدجاج واللحم، وفي مسابقة حلوة هذه بنتكل عليها اسمها البلاك بوكس، هي بيجي الطاهي ما بيعرف شو فيه بقلب الصندوق الأسود وبده يخترع طبخة أو طعام لأربع أشخاص من هذا الصندوق. كمان في عدة مباريات للطهي بتتضمن كمان أفضل ساندويش، أفضل برجر، أفضل صحون حلويات، أفضل خمس صحون، أفضل مازة عربية. خبرني أكثر الآن بالنسبة لكم كطهاة، هل هذه المسابقة هي مسابقات للفرجة أم فعلا هناك خبرات تكتسبونها من هكذا مسابقة؟ طبعا طبعا وأكيد أنه هذه فيها خبرات، لأنه الشفية اللي جايين من عدة فنادق من الدوحة، كمان الحكام جايين من 11 دولة، لأنه الحكام مش مأخذين من قطر، جايين من برا تيحكموا، ما بيعرفوا المتبرئين ولا بيعرفوا الأوتيلات. كمان في سرية تامة لأنه ممنوع ولا شيف متبرئ يكون مبين اسمه، نحن بيكون عنده رقم والحكم بحكم على الرقم. الحكام جايين اثنين من قارة أفريقيا، ثلاثة من آسيا، اثنين من أوروبا، واحد من الشرق الأوسط وواحد من شمال أمريكا. بهودي الطهاة هن معهم خبرات عديدة بالطبخ، وهن بيدوروا حول العالم بمسابقات طهي بتشبه اللي عنا. أكيد هذا بيكسب خبرة للشفية، كمان بيكسبهم مهارات جديدة وتكنولوجيا جديدة بالطبخ هن ما بيعرفوها أو نازلة جديد على السوق. خليني أسألك، اليوم هذا معرض فود قطر أو معرض قطر للضيافة، بالنسبة لكم كطهاء أهمية هذا المعرض بالنسبة لكم، هل هو يتعلق بالمعدات والتجهيزات الخاصة بالمطبخ أم يتعلق بنوعية الأغذية وهذه المسابقات؟ خبرنا أكثر عن مدى استفادة الطاهي من هكذا معرض. هلا المعرض هو بيتضمن مثل ما تفضلت وحكيت في معدات الطهي جديدة، لأنه كل شركة بتعرض بالمنطقة تبعها شو عندها أفران جديدة بتشتغل بالكمبيوتر أو معدات جديدة بالطبخ، سوفيد أو أندر بريشر ماشينز، في كتير معدات. كمان هلا عندنا كتير شركات جاي جديد على السوق، جايبين انواع ما كانت موجوده قبل بالسوق القطري مثل مواد غذائيه، جايين من عده دول، وهذا الشيء بيشجع الشفيه يحطوا اصناف جديده على قوائم الطعام وما تكون مكرره، وكمان بيفتح السوق اكثر واكثر لبلدان اكثر تيجي تصدر على قطر مواد غذائيه واوليه. لأي مدى برأيك مثل هالمعرض بيطور موضوع يعني موضوع الضيافة، موضوع الفندقة، موضوع أيضا الطهي اللي هو أنتم بتهتموا فيه أساسا، اللي هو يجذب أيضا عدد من السياح، عدد من هيك لترك انطباعات جيدة؟ مثل ما بتعرف ياسر، قطر رح تستقبل 2022 الفيفا تبع كرة القدم، ولهالشيء مفروض يكون نحن مطورين أكثر من 120 فندق، وهيدي الفنادق كلها رح تكون up to date منشان تكون تطلعات الناس اللي جايين على قطر تكون عقدة ويكون نحن على نفس الليفل تبع البلدان الموجودة أو المتطورة. من هيك هذا المعرض بيشجع كتير عالم يجوا يحطوا مواد جديدة بالسوق، ونحن كمان بنفس الوقت بنشجع نشتري من هيدي المواد منشان نطور أكثر قطاع الضيافة. أشكرك يا جوزيف، شكرا جزيلا وبالتوفيق في هذا المعرض. كان هذا إذن جزءا من معرض قطر للضيافة الذي ينطلق 2017 ويتوقع له أن يستقطب آلاف الزائرين وآلاف المهتمين بقطاعات الفندقة وقطاعات المطاعم والكافيه. بشكل عام أكثر من 150 من 16 دولة ربما تخلق جوا جديدا هنا في الدوحة في هذا القطاع، ودعم مزيد من الدعم لهذا القطاع النامي بقوة والذي يستثمر فيه مليارات الدولارات، ويتوقع له خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك مستقبل كبير لقطاع الفندقة وقطاع الأوريكا الفنادق والمطاعم والكافيز. نعم، شكرا لك إذن مراسلنا في الدوحة سلمان النجار على كل هذه المعلومات. مشاهدينا برنامج صباح النور متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. ليلة البونفاير في بريطانيا، البريطانيون يحيون ذكرى مؤامرة البارود. بس كلمة مريم كنا نعمل حاجة مع بعض، وكاميرا مريم هذي كان شغالين مع بعض، كنا نتفكر في الموضوع نحن. ومن البارود إلى حفل غنائي عربي في لندن يضم ثلاثة من النجوم، نجوم الفن المستقل في العالم العربي.
أهلا بكم من جديد. نتوجه إلى غرفة الأخبار لمتابعة أبرز الأنباء حول العالم مع الزميلة رانيا دريدي. شكرا لك نادين وأهلا بكم من جديد. أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات اتخذها ولي العهد السعودي شددت قبضته على السلطة من خلال حملة تطهير لمكافحة الفساد شملت اعتقال أمراء ووزراء ورجال أعمال. وقال ترامب على تويتر إن لديه ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية عقب الاعتقالات الواسعة في أكبر حملة تطهير لمكافحة الفساد في التاريخ السعودي الحديث. اتهمت السعودية لبنان بإعلان الحرب عليها بسبب عدوان جماعة حزب الله على المملكة في تصعيد حاد لأزمة تهدد استقرار البلد الصغير. وقال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان إن الرياض لن ترضى أن يكون لبنان مشاركا في حرب على السعودية، وأضاف أن السعودية ستعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب حزب الله. وفي خبر وردنا الآن، غادر رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري إلى أبو ظبي للقاء ولي العهد الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي حسب مصادر إعلامية لبنانية. وكان وزير الخارجية السعودي عادل جبير قال إن حزب الله اللبناني هو من أطلق الصاروخ الباليستي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، معتبرا أن ذلك عملا حربيا ضد بلده. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن السعودية تخوض الحروب العدوانية وتمارس التنمر الإقليمي، وأضاف أن المملكة تقوم باستفزازات خطيرة في المنطقة وسلوك يزعزع الاستقرار على حد قوله. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من قرار السعودية إغلاق معابر اليمن، وقالت إن هذا الإجراء من شأنه عرقلة وصول المساعدات للسكان اليمنيين. ويأتي موقف الأمم المتحدة بعد ساعات من إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان الإغلاق المؤقت لجميع المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعيد لقائه في شرم الشيخ في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتأتي زيارة عباس إلى الرياض بعدما سلمت حركة حماس الأسبوع الماضي إلى السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة التي تسيطر عليها منذ أكثر من 10 سنوات في خطوة تشكل اختبارا لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أبرم الشهر الماضي برعاية مصر. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع تلفزيون CNBC إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منها 4 أعوام وعدم تعديل الدستور حاليا. ووفقا لمقتطفات من المقابلة التي أذيعت الليلة الماضية ونشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قال السيسي إن ما يجب أن نضعه في الاعتبار أنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة بدون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضا أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب، وفي كلتا الحالتين فهي 8 سنوات. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية وهي المحطة الثانية في جولته الآسيوية التي يهيمن عليها الملف النووي الكوري الشمالي. وكان ترامب قد حذر من طوكيو التي بدأ فيها جولته الآسيوية، حذر من أن زمن الصبر الاستراتيجي مع بيونغ يانغ قد انتهى، وقد اتفق مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي على إبقاء جميع الخيارات واردة بما فيها العمل العسكري لكبح جماح كوريا الشمالية. لا لا لا، مستحيل نقرأ. حذرت وكالة موديس للتصنيفات الائتمانية اليوم من أن تجدد الفراغ السياسي في لبنان بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري يوم السبت قد يضر بالتصنيف الائتماني للبلاد. وقالت في مذكرة بالبريد الإلكتروني أن أي فقدان للثقة في النظام المصرفي أو في استقرار المؤسسات اللبنانية بما يفضي إلى تبطؤ حاد في تدفقات ودائع القطاع الخاص
أو إلى نزوح صريح للأموال سيكون ذا أثر ائتماني سلبي. استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اللاعب الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا، وكان النجم الأرجنتيني وقع في وقت سابق من يوم أمس أيضا عقدا مع شبكة تيليسور التلفزيونية لتقدم أحد البرامج خلال بطولة كأس العالم بروسيا. وكشف مادورو أن مارادونا وقع عقدا مع تيليسور لتقديم سلسلة من البرامج الجديدة من روسيا تحت اسم من يد رقم 10، وذلك خلال المونديال القادم في روسيا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموجز، عودة إليكما نادين وأحمد. شكرا لك رانيا، والآن إلى فقرة غرائب لندن وكل الأمور التي تحصل في لندن يا نادين. كلها. إذن نشكر رانيا. ليلة البون فاير أو الجاي فوكس موعد يتجدد سنويا في 5 نوفمبر، تحتفل فيه بريطانيا بذكرى ليلة كادت تشتعل فيها البلاد عام 1605. منذ ذلك الحين يتم إطلاق ألعاب نارية في جميع أنحاء بريطانيا، وتستمر أيضا لأيام. ومن ضمن طقوس الاحتفال أيضا حرق الدمى التي تمثل الشخصيات المكروهة. وكشفت جمعية إدنبرغ بونفاير البريطانية أن منتج هوليوود هارفي وينستون هو الشخصية الشهيرة التي تم الاحتفال بحرق تمثال ضخم لها في ليلة البونفاير هذا العام. السبب في أنني أقف هنا أمام 2 من العمالقة طول كل منهما 11 مترا، أحدهما هو جاي فوكس والثاني واحد من مشاهير المخترين هذا العام وهو هارفي واينستاين، لأنه منذ 20 عاما لم يكن مسموح لنا أن نقوم بفعالية كهذه. هذه الفعالية نختار واحد من مشاهير أو شخص نسمع عنه في الأخبار في ذلك الوقت، وبطبيعة الحال على مدى الآونة الأخيرة خلال الأسبوعين الماضيين كان هارفي واينستاين في الأخبار، وشعرنا أنه من غير المنصف ألا نختاره معنا هنا الليلة. إنه نهج بريطاني ساخر جدا وكلاسيكي جدا، ومن الواضح أن هارفي واينستاين مثير للجدل في الفترة الأخيرة لما كان يقوم به. ما نقوم به هو ليس احتفالا به، بل هو نوع من لفت الانتباه إلى ما قام به هارفي، ونأمل أن يأخذ الناس عبرة من ذلك في المستقبل. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الصحافة العالمية، ونطلع اليوم على أبرز ما جاء في الصحف التركية مع الزميل عدنان الضاهر. صباح الخير عدنان. صباح الخير أحمد. صباح النور نادين. صباح النور. أهلا بك عدنان. يعني اليوم الصحافة تناولت يعني تصريح لأردوغان، تحدث أو وعد به بأن تكون دار الأوبرا الجديدة مذهلة. ماذا في تفاصيل هذا الخبر وما هي الرسائل أيضا؟ بالفعل أحمد، هذا الخبر يتصدر صفحات معظم الصحافة التركية الصادرة الصباح اليوم، حيث وعد أردوغان بتحويل مركز أتاتورك الثقافي لدار للأوبرا والمسرح والسينما. طبعا ما أثار الجدل في هذا الخبر أن هذا المركز
كان سببا رئيسيا في الاحتجاجات التي خرجت في تركيا عام 2013 والمعروفة باسم مظاهرات جيزي بارك. المعارضة التركية تقول أن هدف الحكومة من هدم هذا المركز الثقافي الذي يحمل اسم مصطفى كمال أتاتورك هو الانقلاب على رموز أو علمانية الدولة، بينما تقول الحكومة أن الهدف هو إعطاء مظهر حضاري أكثر لمدينة إسطنبول وبالتحديد لميدان تقسيم. المعارضة تقول أنه تم إهمال هذا البناء الذي يحمل اسم أتاتورك عن قصد من قبل الحكومة تمهيدا لهدمه وإعادة بناء صرح معماري آخر بدلا منه، لكن كما ذكرت الحكومة لديها بعض الأدلة والبراهين التي تدافع بها عن نفسها وتقول أن هدفها فقط هو إظهار الوجه الحضاري لمدينة إسطنبول. ما زالت الصراعات السياسية في المحاكم تدور بين الحكومة والمعارضة، لكن بالأمس وبحسب صحيفة صباح التركية أحمد فإن أردوغان قال أن هذا المركز سيكون مذهلا ومثالا لجميع دور الأوبرا في العالم، وبالتالي فإن القضية على ما يبدو حسمت، لكن المعارضة سوف تستأنف بحسب الصحيفة تقديم الطعون في هذه القضية للحفاظ كما تقول على إحدى رموز مدينة إسطنبول العلمانية التي أسس عام 1969. ربما اللافت أيضا في هذا الخبر أحمد أن هذا البناء عام 1969 تم بناؤه من قبل أحد المهندسين الأتراك. اليوم في 2017 تم تكليف ابنه الذي أيضا درس الهندسة بإعادة بناء هذا الصرح مرة أخرى، وفي هذه النقطة هناك بعض المفارقة في هذا الخبر أحمد. طيب إلى صحيفة حريات التركية كذلك تقول إن الأزمة أزمة التأشيرات بين واشنطن وأنقرة في طريقها إلى الحل، ما الذي ساهم في ذلك؟ بالفعل نادين اليوم صحيفة حريات أيضا تفرد صفحة كاملة في عددها الصادر صباح هذا اليوم، حيث تعنون أن أزمة التأشيرات بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في طريقها إلى الحل. الصحيفة تقول أن وبعد توقيف إصدار التأشيرات بين كل من أنقرة وواشنطن بالأمس القنصلية أو السفارة الأمريكية في أنقرة أصدرت بيانا على موقعها الإلكتروني أكدت فيه أنها سوف تباشر مرة أخرى منح التأشيرات للمواطنين الأتراك للدخول إلى الأراضي الأمريكية لكن بشكل محدود. بالمقابل أيضا تورد الصحيفة أن السفارة التركية في واشنطن سوف تقوم بالخطوة مقابلة أو مماثلة لهذه الخطوة ربما في إشارات مبدئية إلى التوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة التي ما زالت مستمرة بين البلدين. طبعا هذا الخبر يأتي قبيل يوم واحد من زيارة بدأها اليوم ينطلق رئيس الوزراء بن علي الدرم في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة عدد من القضايا من بينها أزمة التأشيرات بين البلدين التي بدأت بالتحلحل رويدا رويدا بحسب صحيفة حريات نادين. طيب عدنان، يعني كيف تناولت الصحافة التركية وخاصة صحيفة ميليت موضوع أو قضية الاعتقالات الأمراء والمسؤولين في السعودية وخاصة الأمير وليد بن طلال الذي قضى عطلته في مدينة بودروم التركية؟ بالفعل أحمد التطورات الأخيرة التي جرت في المملكة العربية السعودية لها أصداء واسعة في الصحافة التركية، لا سيما خبر اعتقال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال الذي يعتبر الشخصية الأكثر شهرة هنا في تركيا، لا سيما أنه كل عام يقضي إجازته الصيفية في إحدى منتجعات مدينة بودروم، والفكرة العالقة في أذهان الأتراك جميعا هي الإجازة الأخيرة التي قضاها الوليد بن طلال في بودروم والتي صرف خلال أيام قليلة فيها أكثر من 2.5 مليون دولار هناك، لذلك كان هناك أصداء واسعة للخبر حينها. اليوم أيضا بعد خبر اعتقاله صحيفة مليات التركية أيضا تفرد صفحة كاملة اليوم لخبر اعتقال عدد من الأمراء السعوديين وعلى رأسهم الملياردير الوليد بن طلال، وتطرح عدد من الأسئلة في الحقيقة حيال مصير هؤلاء الأمراء والخطوات التي سوف تقدم عليها السلطات في السعودية. أيضا الصحيفة تطرح سؤالا آخر، هل
السعودية ماضية في حرب مع إيران على خلفية النزاع بين البلدين، لا سيما الاتهامات السعودية لحزب الله بوقوفه وراء إطلاق الصاروخ من اليمن على الرياض، وبالتالي هناك عدد من التساؤلات في صحيفة مليات التركية حول الأيام المقبلة التي سوف تشهدها السعودية، لا سيما حول تأزم العلاقات وأيضا حول قضية استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض والزيارة التي سيقوم بها اليوم إلى أبوظبي. كل هذه الأسئلة أو التساؤلات مطروحة اليوم في صحيفة مليات، التي ربما توحي أو تشير إلى إمكانية توتر كبير قد تصل إلى مرحلة الحرب بين المملكة العربية السعودية وحلفائها من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى. طيب عدنان، هل كان هناك أو تناولت الصحافة موضوع تأثير العلاقات السعودية التركية وخاصة في ظل حملة الاعتقالات؟ في الحقيقة كان هناك بعض الإشارات في عدد من الصحف التركية أحمد حول هذا الموضوع، نقلت فيها الموقف التركي إزاء التطورات التي حدثت في المملكة العربية السعودية مؤخرا. كان هناك تصريحات تم نقلها في الصحافة التركية للمتحدث باسم الحكومة التركية إبراهيم كالن، قال فيها أن بلاده ربما تتفهم هذه الأوضاع التي تجري في السعودية. وكان هناك في الحقيقة تصريحات وصفت بالدبلوماسية من خلال الرئاسة التركية التي لم ترد أن تتدخل أكثر في الشؤون الداخلية التركية. وقال إبراهيم كالن أن ما يحدث في المملكة العربية السعودية هو شأن داخلي سعودي. لكن كان هناك أيضا تصريحات للمسؤول التركي قال فيها أنه يتمنى أن لا تؤدي الأوضاع هناك إلى توترات كبيرة في المنطقة التي لا تحتاج إلى مزيد من التوتر، لا سيما في ظل هذه الأحداث الكبيرة التي تشهدها سواء في اليمن أو سوريا. نعم. والعراق. أحمد، شكرا جزيلا لك عدنان الظاهر مراسل التلفزيون العربي في تركيا. ونتوقف الآن مع موعد فني شهدته لندن في الأيام السابقة. إذن هذا الموعد نادين هو حفل غنائي صاخب في لندن، أطلقت شركة مستقل يعني ألبوم الإخفاء الذي يجمع بين المغنية المصرية مريم صالح والفلسطيني تامر أبو غزالة مع الموسيقي موريس لوع. ويعد الألبوم أحمد نتاج عمل استمر 3 سنوات استخدمت فيه أنواع مختلفة من الأدوات الموسيقية. الزميلة رندا غازي حضرت الحفل وعدت لنا بالتقرير التالي. أنا مستهدف. مشاهدينا، ما أجمل أن نطل عليكم يوميا مع ابتسامة، فالابتسامة مفتاح القلوب، لا تكلف شيئا لكنها تعني الكثير. صحيح راوية، صباح النور لك وصباح النور لك توني. مع ابتسامة أكيد. كن دائما مبتسما، فالابتسامة تطيل العمر وتزيل الهموم وتفتح الأبواب المغلقة، فالحياة أقصر من أن نملأها بالأحزان. ونحن دائما في برنامج صباح النور نسعى من خلال فقراتنا ومواضيعنا المنوعة إلى زرع الابتسامة على وجوهكم. فماذا في صباح النور من بيروت لليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017؟ نتابع. تمارين رياضية تساعد على حرق السعرات الحرارية بطريقة فعالة في الجسم السليم. لغة الجسد للتواصل الإيجابي في الحياة حلوة. لوكال روتس، تكنولوجيا زراعية حديثة من لوس أنجلوس. أحدث الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاج صباح النور. ومن عمان، كيف تكسب طفلك مهارات اقتصادية.
مشاهدينا. ما أجمل أن نطل عليكم يوميا مع ابتسامة، فالابتسامة مفتاح القلوب، لا تكلف شيئا لكنها تعني الكثير. صحيح راوية، صبح النور لك وصباح النور لك توني. صباح النور مع ابتسامة. أكيد. كن دائما مبتسما، فالابتسامة تطيل العمر وتزيل الهموم وتفتح الأبواب المغلقة، فالحياة أقصر من أن نملأها بالأحزان. ونحن دائما في برنامج صباح النور نسعى من خلال فقراتنا ومواضيعنا المنوعة إلى زرع الابتسامة على وجوهكم. فماذا في صباح النور من بيروت لليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017؟ نتابع. تمارين رياضية تساعد على حرق السعرات الحرارية بطريقة فعالة في الجسم السليم. لغة الجسد للتواصل الإيجابي في الحياة حلوة. لوكال روتس، تكنولوجيا زراعية حديثة من لوس أنجلوس. أحدث الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاج صباح النور. ومن عمان، كيف تكسب طفلك مهارات اقتصادية. مهرجان سامة الموسيقي من الخرطوم. الطفل المتوحد والحواس في استشارة. أما أطيب الوصفات اليوم فيعرفنا إليها الشيف فؤاد شرف في ولا أشهى. ونستهل كالعادة صباحنا معكم من مطبخ صباح النور مع الشيف فؤاد. صباح النور شيف. صباح النور. شو عنا اليوم؟ اليوم عم بحضر عدس متبل مع الطحينة ودبس الرمان وثلاث أنواع عصاير، كتير مميز، إنه فينا نعتبره كسلطة فاترة وفينا نعتبره كترويقة عادة بيتقدم هيدا الشيء. وكمان رح حضر رز بالفول مع الحمص مع صلصة الجانبية لأنهم هي اللبن مع الخيار، كمان أطباق كتير مميزة وكمان سريعة بنفس الوقت. يعني أطباق سريعة ومغذية. صحيح. سيكون لنا عدة محطات معك شاف. وأنتم مشاهدينا لا تنسوا أن تتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر في أسفل الشاشة، يعني فيسبوك تويتر وإنستغرام. أما الآن فننتقل إلى وقفتنا السياسية الأولى لليوم مع زميلة رويدة بوعيد ومع الخبر. صباح النور مشاهدينا. صباح النور. صباح النور. جاهزين للأخبار؟ أكيد. نبدأ مشاهدينا من ترامب والسعودية، والذي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده للإجراءات التي اتخذها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحت عنوان مكافحة الفساد، والتي شملت اعتقال عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين من بينهم الأمير متعب بن عبد الله والأمير الوليد بن طلال. وغرد ترامب على تويتر قائلا إن لديه ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية، مؤكدا أنهما يعلمان جيدا ما يفعلانه، مضيفا إلى أن بعض أولئك الذين يعاملوهم بصرامة كانوا يستنزفون اقتصاد بلدهم لسنوات. إلى ذلك أشار مسؤول أمريكي لرويترز إلى أن الأمير محمد بن سلمان أصبح المحرك الرئيسي لعملية صنع السياسة السعودية، ويتحرك بنشاط لتهميش المعارضين وتركيز سلطة صنع القرار وترسيخ نفسه باعتباره الوريث بلا منازع لتركة آل سعود. أعلن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثمر السبهان أن بلاده ستعامل الحكومة اللبنانية كحكومة إعلان حرب بسبب حزب الله، وقال إن السعودية لن ترضى أن يكون لبنان مشاركا في حرب عليها. وذكر السبهان في تصريحات صحفية أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري هذا الموقف. حرك القطار البخاري لكنها نسخة مصغرة منه تقوم بغلي الماء، وعندما يغلي ينتج بخار الماء الذي يسبب ارتفاعا في درجة الحرارة وزيادة في الضغط، فتصبح أكبر ب167 مرة، ثم تتحول الطاقة الحرارية إلى نشاط ميكانيكي وطاقة حركية. مئة وعشرون سنة من الإبداع في صنع السيارات كانت واضحة في الحدث، من بينها سيارات نادرة قد لا يكون لها سوى شبيه واحد أو اثنين في العالم، اجتمعت هنا بأبهى حلة.
إيجاد قطع غيار للسيارة يستغرق وقتا بطبيعة الحال، لأننا لا يمكننا بل لا يمكن لأي مرء أن يحصل عليها في الوقت الحاضر، وبالتالي استغرق الأمر عدة سنوات لإعادة البناء. عندما أخذت السيارة إلى المهندسين كنت شابا، لوحة الأرقام هي لوحة الأرقام الأصلية من عام 1933. برد لندن ومطرها لم يقفا عائقا أمام محبي السيارات يمنعهم من الاستمتاع بواحد من أكبر المعارض التي لا تشبه غيرها لهذه التحف الفنية المتحركة. تخيلتك نادين في سيارة قديمة كلاسيكية ومحرك بخاري ومع شابو مع هات. لا بس بالقديم كان لازم أقعد ورا يعني وألبس الفستان الواسع و... لا لا لازم أنت تسوقي للسيارة. طب يعني جميل كتير هذا المعرض أحمد، يعني طبعا. بين الحاضي والماضر والماضي والمستقبل، بس في الأرقام التي تشير إلى أهمية هذا القطاع ونموه عبر السنوات، في عام 1907 عدد المركبات التي تم تصنيعها بلغ 250 ألف مركبة سيارة. في عام 2011 بعد أكثر من 100 سنة عدد المركبات والسيارات بالمعنى الحديث يعني التي تم تصنيعها بلغ 75 مليون عربة أو سيارة. تخيل الفرق. مهتمة في السيارات نادين، يبدو أنها ستشتري سيارة وبالعربات أكثر. قبل الختام نذكركم مشاهدينا بمواعيد برامج التلفزيون العربي لليوم. الطائفية في لبنان، نقاش برنامج شبابيك، ووقفة تحليلية للخبر الأبرز في نشرات الأخبار على مدار اليوم في برنامج للخبر بقية، وبرنامج بتوقيت مصر يرصد لكم أبرز الأحداث الاجتماعية والسياسية على الساحة المصرية. وصلنا.